غربي جاءت واحدة إلي وقالت له أنا معجبة بك. قال وأنا أيضا. قالت له شكرا لك. قال لا وأنا أيضا معجب بنفسي. أهم شيء الإنسان يكون معجب بنفسه. طيب يا شيخ، خلينا ندخل في الكلام عن ملامح من شخصية محمد، شو رأيك؟ تفضل. مثلا استبعد لي موضوع نكاح الأطفال لأنه البارح تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، ناقشناه بما فيه الكفاية. رائع جدا. هل طيب، النبي محمد أنت تراه أنه طبعا أنه كان على خلق عظيم؟ نعم. صح؟ نعم. ولكن كيف الإنسان اللي بيكون على خلق عظيم ويأمر بقتل من يسبه؟ طيب، أولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي وحاكم، تمام؟ فمن يسب، من يسب محمد صلى الله عليه وسلم يعاقب من جهتين، من جهة كونه نبي ومن جهة كونه حاكما للدولة. فالآن في زماننا هذا لو سب أحد حاكم الدولة ربما اقتص منه وقتله، خاصة إذا شهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدول المجرمة، يعني في الدول البوليسية الدكتاتورية، في الدول المحترمة أبدا ما في هذا الكلام. يعني أنت بأمريكا ممكن تسب بايدن، أنت بريطانيا ممكن تسب يعني شو اسمه رئيس الوزراء، نسيت اسمه، أنت ممكن تسب مثلا عندنا هنا بالسويد كريستيشون، ممكن تسب أي رئيس وزراء أو أي رئيس دولة في الدول الديمقراطية، فقط في الدول المجرمة. يعني أنت هذا كلامك صح، للحاكم تسجن أو تعاقب أو تقتل. كلامك صحيح، إذا سب على يعني على مجلس من أصحابه أو أما في التلفزيون أو على العلن صراحة. لا لا، إذا كان سب في تشهير وفي قذف وفي ما يستطيع. والله هنا في السويد يوميا حتى لعنوا أبو سلسفين رئيس الوزراء واتهموه حتى، وصاروا يكتبون عنه أنه بيسرق أطفال وكذا، وحتى في الشارع بيعملون مظاهرات وبيشهرون في الدولة وفي كل شيء. طيب هذا أنا أراه خلاف المنطق الإنساني للحكم. بالعكس، هذه هي الدول المحترمة. لا لا، يجب أن يحفظ للحاكم هيبته، يجب، وإلا ضاعت الرعية. ليش؟ الرعية المفروض تكون ملتزمة بالقوانين مش بالشخص الحاكم. طب أنا أقص لك قياس الآن، لو الحاكم في دولة غربية مثلا أمر وزير من وزرائه بأمر ولم يطبقه، أليس من حقي أن يطرده؟ لا يستطيع أن يفعل ذلك أصلا، لأن ما هنا لأنكم أنتم مش فاهمين الدنيا يا شيخ محمد. هنا ما يوجد شخص يروح يأمر باللي بعده والناس تعمل هذا الشيء، ما في هذا الكلام. سلطة رئيس الوزراء محدودة، مش سلطة مطلقة. لا بس هو بيأمر وزراءه له سلطات قوية، يعني رئيس أمريكا يستطيع أن يشن الحرب على أي دولة. ده ما يستطيع أن يشن الحرب على أي دولة بدون موافقة الكونغرس. تمام معك، أنا هو بيعرض الأمر على الكونغرس، بيقترح الأمر على الكونغرس وبوافقوا له عليه غالبا، أو بيعرضوه وما بينفذ. لا بينفذ هو، إذا الكونغرس ما وافق على الحرب ما يقدر يروح يعمل حرب. صح. لكن عنده سلطات، يعني هو مثلا جو بايدن اختار وزير الدفاع وهو أسود، وهو يعني هذا في تشكيل الحكومة أنت تستطيع أن تختار الفريق العمل تبعك، ولكن رؤساء الوزراء، عفوا رئيس الوزراء أو رئيس الدولة وتشكيلة الحكومة، الرئيس مثلا ما يستطيع يأمر الوزير أو مسؤول بما يخالف الدستور. السلطة القضائية في هذه الدول أعلى من السياسية كلها. نعم. طيب نرجع إلى سؤالك، أنه لماذا من يسب محمد يقتل؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل أحد إلا إذا كان السب
تشهيرا، و يعني كان على كان تشهيرا وكان متكرر وكان فيه اتهامات باطلة وقاذعة ولاذعة. احنا تكلمنا في هذا. هو امر بقتل كعب بن الاشرف، ماذا كان يقول بالنبي محمد؟ ما سمعت بهذه القصة. امر بقتل المرأتين في فتح مكة. المرأتين امس تكلمنا فيهم، انه انت قلت انهما جاريتين. لماذا امر في بقتلهما؟ لأنهما تجاوز سب النبي صلى الله عليه وسلم. ما بصير انت ما تحارب الدعوة هيك، ما تحارب ما تسب النبي مرسل من الله. ما هو هذا مرسل من الله، هذا عندك عند غيرك، هو مش مرسل من الله، ليش تقتله؟ طيب انت تحت حكم هذا النبي وهذا الحاكم، كيف تسبه وتتهمه بالكذب؟ عادي حتى الآن لو تحت حكمه. انا مش انا لا حملت سلاح ولا سرقت ولا اخليت بأمن البلد ولا حاجه. انا بقول رأيي في هذا الرئيس، في هذا الحاكم. لو كان مجرد رأي ما يقتل، ما قتله يعني الآن النبي مثلا صلى لو الله أنا عليه قلت وسلم. إنه النبي محمد كذاب ما أقتل؟ لا تقتل. لا، بالإسلام تقتل. بالإسلام لا، أنت خليني بس مشان ما اتشتت. النبي صلى الله عليه وسلم، قريش كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل أفرادا لأنهم منهم دخلوا في الأفراد. الإسلام، لما لأن الإسلام يجب ما قبله. ولكن كل لا واحد، إنسان واحد سب النبي أو قال فيه كلمة وسامحه بعد ذلك. الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يرتبط السب بالعداء لم يكن يقتله النبي صلى الله قل لي عليه وسلم. حادثة واحدة مثلا. حادثة واحدة، والله أنا ما تحضرني الأسماء، يعني أنا قارئ هذا الكلام من زمن طويل، يعني ممكن لا ما بدي أستعين بجوجل، لكن لما أنا أسوق لك دليل. لما قال لي حسان بن ثابت: أهجهم وروح القدس معك. هذا ليس نص في محل النزاع، ما لوش علاقة. بلى، ليش ما قتلهم؟ ليش ما قتل السابين؟ بلى، كان يقتلهم. والدليل أنه لما صارت عنده دولة وصارت عنده إمكانيات، لما كل منطقة كان يأخذها ما كان يسمح به أي أحد يرفع رأسه، يقتله. لا، ليس بهذا الشكل، ما هو كان بهذا الشكل. ليس بهذا الشكل. الرجل الذي جاء ورفع السيف عليه وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده فتناوله وقال: من يمنعك مني؟ قال: لا، قال: كن خير آخذ يا محمد. قال: تسلم؟ قال: لا. قال: إذن لا تقاتل ضدي. قال: لك ذلك. ما قتله، وكان يريد أن لأن يقتله. هذه الرواية طبعا هي لا تصح لا صحيح، ابتداء. لا لا صحيح. تصح، لا تصح. الأمر الثاني أن هذه الرواية ليست فيها حجية. لماذا؟ لأن علماء المسلمين أجمعوا على أن ساب الرسول يقتل. ساب الرسول من المسلمين وليس من الكافرين. من الكافرين إذا ما تاب يقتل. لا، ما دخلنا في دقيقة، بطلع لك الحديث بس. كن خير آخر، من حديث عن جابر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، هذا الحديث متفق عليه. اقرأ الحديث. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل، أي رجع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم،
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. طيب، والآن هذا الحديث وين وجه الاستدلال؟ هذا شروع بالقتل، وما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الكلام النبي عمل خلاف هذا. هذا شروع بالقتل. لما يكون عندك أنت فعل للنبي متقدم وفعل للنبي متأخر، الفعل المتأخر مناقض للفعل المتقدم. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال. هو الآن لماذا أمر مثلا بقتل عبد الله بن أبي سعد، عبد الله بن سعد؟ لأنه ارتد. ولماذا أمر بقتل المرأتين؟ لأنهما سباه. إذن هذا لماذا أمر بقتل كعب بن الأشرف؟ هذا اللي احنا بنقوله. طب دقيقة، أشوف هذه كعب بن الأشرف. دقيقة أستاذ محمد، قتل كعب ابن، خلي الناس تستفيد. ما هو أنت الآن تأتي وتقول أنهما سبا، وهذا دليل على أن النبي كان يأمر بقتل من يسبه. شوف بارك الله فيك. كان كعب بن الأشرف ممن يحرض على قتال المسلمين ويؤذيهم بأشعاره شتما وهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبيبا بالنساء، فاستفحل شره وكان يظن أنه آمن. هذا ليس الحديث، هذا كلام موقع الألوكة. أيوة، هذا هو الشرح. اذكر الحديث. الحديث يقول: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. نعم، وحقه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله. كيف حقه يقتله؟ على ماذا؟ هو ما فقط، هو ليس فقط سبه، إنما سبه وحرض على قتال المسلمين، وكان عدوا لله ورسوله. أجيب لك الحديث. دقيقة، اقرأ الحديث، قل لي وين الدليل. الحديث لا يوجد فيه كل هذا الكلام. والله كلام طويل، لا ما بدي أطول عليك. عادي، اقرأ الكلام كله. طيب، أنا أريدك ممكن نتناقش في نقطة ثانية إن أحببت. تفضل، خلص نتجاوز هذه. النقاط كثيرة طبعا، وكل يوم ممكن نتناقش في نقطة نقطتين ثلاثة، ما في نعم. بأس من ذلك. نعم. ولكن أنا أشوف، خلينا نناقش الموضوع من الأصل كمان. أنا وأنت، أنت الآن نعم. تأتي وتقول تجيز أمور كثيرة جدا بسبب هذا الدين. بعض هذه الأمور أنت تراها منطقية إنسانية عادية، وبعضها لا تراها كذلك، صح؟ ولكنك تنقاد للشرع في النهاية. نعم، صحيح. طيب، أنا الآن أريدك تفكر معايا، وخلينا أنا وأنت نفكر بصوت عالي. نعم، أنا اليوم استمعت لك عند أحمد حرقان أستاذنا، وأنت نعم. تقول أنه أنت مررت بمرحلة من الشك، صح ولا لا؟ نعم.
وأنك يعني رأيت أمور في كنت بدأت تشكك بها، ثم قرأت وبحثت ورأيت أن هذه الأمور المفروض يعني هي هذا هو الصواب، المفروض يكون هكذا. طيب يا شيخ، وين الصواب فيما يفعله الله مع الناس حسب الرؤية الإسلامية؟ يعني لما يأتي يرسل لي رسالة، نعم، هذه الرسالة في منطقة ليست لها قيمة، نعم، رسالة جامدة مش مناسبة لكل زمان ومكان، والدليل أنه لا تحكم في هذا الزمان، وكثير من شرائعه اندرست، نعم وبلغة يحتاج الإنسان أن يصرف سنوات من عمره لكي يتعلم. لماذا يفعل الإله هذا أصلا؟ أليست هناك طرق أفضل من هذا لتبليغ ما يريد؟ طيب، لما قضى أن يهبط آدم إلى الأرض، ظل الناس قرونا طويلة على فطرتهم يعرفون الله، وكانت هناك تشريعات بسيطة من الأنبياء وآدم نبي وممن خلفه من الأنبياء، كما قال الله تعالى في كتابه: كان يا الناس شيخ والله هذا أمة. من جواب على سؤال، يعني أنا هذه الاسترسالات بتوجعني معدتي، ليش؟ أنا سؤالي مش في هذه المنطقة، أنا ما أريد أسمع كيف بدأ قصة الله بالخلق مع إرسال الرسل وكيفية دخول الشرك إلى الناس و طيب، حدد لي سؤالك. سؤالي واضح جدا، هذه الطريقة التي بعث الله بها الرسالة التي ليس لا توافق كل العقول ولا كل الأزمنة ولا كل الأمكنة، ألا توجد طريقة أفضل من هذه الطريقة عشان يرسل بها رسالة؟ لا لا توجد طريقة أخرى. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يعني الله عدم أنه يجد طريقة أفضل من هذه؟ لا، الله سبحانه وتعالى اختار من البشر أنبياء ورسلا. شلون يعني بده شلون؟ الله مثلا لو صحينا من النوم إيه، ولقينا على ايدينا شاشه وفيها دائما تعاليم الله فيها، اليس هذا افضل من قران نظل سنوات طويله ندرسه واحنا مش فاهمينه؟ يعني أنت بدك البشر كلهم يكونوا أنبياء؟ لا لا، بدل ما يكون عندنا نبي يوصل كلامه لبعض محرف، والكلام البعض الثاني مشوه، والكلام لبعض الآخر يعني مقطوع، ها؟ ما الله يبعث لنا رسائله على إيدينا، وكل يوم نطلع على الشاشة تبع إيدينا ونشوف الله شو بده منا. ليس منطقيا هذا. بالعكس، هذا هو عين المنطق. ولو فعل الإله ذلك لكفر الناس. لا ما تعرف، لا ما تعرف، والله لكفروا. لا ما كفروا. أنت لا الآن، اسمعني. الآن مثلا أعطيك مثال على أنه ليش ما يكفروا. أنت الآن لو عندك جهاز آيفون أو جهاز سامسونج، لما تجي لك التحديثات بحياتك ما بتكفر أنت بهاي التحديثات، توافق عليه وتستمر. الله سبحانه وتعالى اختار أن يحتجب عن الناس. ليش؟ والله سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء أيدهم بمعجزات، لا وهذه المعجزات ثابتة تاريخيا لا أبدا. أبدا، كل الأنبياء كان لديهم معجزات، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول بعض العلماء أن معجزته القرآن، هذا غير صحيح، أيده الله بمعجزات. أعطني المعجزة تبعه وخليني أشوفه. لما طلبوا منه أن يشق لهم القمر، أعطني المعجزة خليني أشوفه. لو كنت في زمنه كنت شفت. ما أنا مش في زمنه. طيب خلص، فاتك القطار. وهذا غلط مين؟ غلطه هو. كيف يطلب مني أن أؤمن بشغل أنا ما شايفه ما بعرفه؟ ما ترك لك كتاب عظيم. مو أنا لما بشوف هذا الكتاب ما بشوفه عظيم، بشوفه كتاب أهبل. كيف أنا أشوف إنه هذا كتاب عظيم؟ طيب كيف كتاب عظيم؟ مثلا
العظيم مثلا هو مش متناسق، مش منسجم، مش متماسك. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. كذب هذا وثبت. الكلام، لا ليس، ثبت لا هذا يوجد الكلام في جناح الذباب لا دواء ولا داء، فيه. لا يوجد. ما طيب، أينشتاين يقول: كلما صعد الإنسان في الجو ضاق الأكسجين. هذا ما يحتاج أينشتاين، أي إنسان صعد على جبل يعرف هذا الكلام. تمام. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما لا، يصعد في السماء. علماء التفسير ما فسروا الآية بهذه الطريقة. لا لا أنت لا لا تعرف جيدا أننا علماء التفسير ولا حد من الصحابة فهموا الآية بهذه الطريقة. لأن هم كانوا بدو، ما كان عندهم علوم. إذن هاي الآية مش معجزة ولا حاجة، معاني يعني أنت القرآن متجددة. ما تأتي وتقول لي أن النبي محمد ما فسر القرآن، وأن الصحابة ما فهموا هذه الآية، والصحابة والتابعين ما فهموا هذه الآية، وعلماء التفسير ما فهموا الآية. إحنا بعد 1400 سنة اكتشفنا كيفية تفسير الآية. مش منطقي هذا. أنت الآن جاي تفسر القرآن بطريقة لم يقل بها أحد من الأوائل، وأنت رجل سلفي، كيف هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى وصف الصحابة فقال: وتؤمنون بالكتاب كله. الصحابة أنا ما كانوا، يهمني، أنا لست في، أنا في صدد أنه هذه الطريقة طريقة غير صحيحة. أنت تقول لي معجزات، أنا أقول ما في معجزات، شوفني معجزات. كيف، وين العدالة؟ وين العدالة في أنه رجل يشوف انشقاق القمر وواحد ثاني تأتي بآية حتى مش قادر تثبتها؟ يعني الآن أنا لو جيت لك مثلا، لو قلت لك لو دخلت تحت الماء راح تموت إذا تنفست، هذا تكون معجزة؟ ما كل الناس عارفة هذا الشيء. لو قلت لك أنت لو صعدت لفوق راح ترهق، هذه معجزة؟ هذه مش معجزة، كل الناس تعرف هذا الشيء. لا الإعجاز وأنك تعمل شغلة خارق للعادة، مش تأتي لي بمعلومة. لا، ما كانت الناس تعرف هذه المعلومة. كل الناس كانت تعرف هذا الشيء، لأن الجبال موجودة في كل العالم. لا، هذه مغالطة كبيرة أستاذ محمد. هذا لم يكتشف إلا في القرن الثامن عشر. لا، غير صحيح. كل الناس اللي صعدت في الجبال الكبيرة أو المرتفعة تعرف هذا الشيء. طيب كيف تحدث القرآن عنه منذ 1400 سنة؟ كيف؟ كيف تحدث القرآن عنه منذ لأنه 1400 أصلا سنة؟ كان موجود، هذه المعلومات كلها كانت موجودة، والآية لا تقصد ذلك أصلا. طيب، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. نفس الكلام، كل الناس كانت تشوف هذا الكلام بعينها، وين المعجزة في ذلك؟ ما كانت تشوف. لا، لا، أنا أقول لك، أنت تعرف وين كانت المعجزة؟ لو الناس قالوا أنه هذا الكلام غير صحيح. لما لكن لا، الناس شايفة شيء شغلة، كيف هذه معجزة؟ هذا ثابت في علم البحار. لا، افهمني، الناس لو كانت مستغربة من هذه المعلومة، لو ما كانت تعرفها، قالوا انه يعني هذا كذب، ولكن الناس كانت تعرف هذا الشيء، عشان هيك ما كذبوا. ما حدا طلع يقول انت كيف تقول هذا الكلام؟ يا أستاذ محمد، هلأ الناس كانت تعرف أن مرج البحرين يلتقيان بينهما طبعا برزخ لا يبغيان من طبعا 1450 سنة؟ طبعا طبعا لا، ما من كانت 2000 تعرف. سنة، من 3000 سنة، من 4000 سنة، من 5000 سنة، لأن الناس كانت تشوف التقاء البحار والأنهار مع بعض، وأنها ما بتختلط مع بعض. الناس كانت تشوف هذا الشيء. هذا لا يعتبر معجزة. المعجزة أنك تأتي لي بشغلة الناس ما تقدر تجيبها، مثل انشقاق القمر. طيب، والأرض بعد ذلك دحاها، أي يعني كورها. دحاها، كورها. هذا على تفسير ثاني، انه سطحها.
لا لا لا، ما حد قال سطحها دحاها بمعنى سطحها. بالغ، لأن القرآن واضح جدا في كلامه عن الأرض. القرآن لا يقول أن الأرض كروية، يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. إذا قلنا، أنت طبعا تؤمن أن الأرض كروية صح؟ ايه مثلا إذا جينا وقلنا يا شيخ أنه هذه هي الأرض، تمام؟ تمام. الآن الآية تقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذا الأرض كروية، وين السماء؟ السماء هون ولا هون ولا هون ولا هون ولا هون ولا هون؟ لأنه هذا اللي يجلس هون هذا هو السماء تبعه، هذا اللي هون هو هذا اللي سماء تبعه. الأرض لا يمكن أن تكون كروية في القرآن حسب هذه الآية، لأنه الأرض المفروض أنها تكون هكذا فقط، والناس فقط موجودين هون، ما يوجد ناس هون، عرفت كيف؟ لذلك قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. الأرض بعد ذلك دحاها، لا ليس دليلا على أن الأرض كروية، لأن القرآن لا يعترف بكروية الأرض أصلا. طيب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لكن الجبال ما بتمر مر السحاب، هذا كلام غلط. لا، هذا عالم كبير قاله، غربي. الآن أنت شوف السحاب تستطيع تشوف حركتها. شوف الجبال إذا بتشوف حركتها. الجبال تتحرك لأن الأرض تدور. لا، القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها، وفي الحديث الصحيح يقول النبي أتعلم أين تذهب الشمس؟ قال تذهب عند عرش الرحمن تسجد وتستأذن منه حتى يرجع مرة ثانية، بمعنى الحديث. قال فذلك قوله يعني والشمس تجري لمستقر لها. هو ما في حاجة أن الأرض تدور، لو الأرض تدور الشمس ما تحتاج تروح تجري، لأن النبي محمد والقرآن كانوا يعتقدون أن الشمس تروح لهنيك وبعدين ترجع، وبتروح لهنيك وبعدين ترجع. ما كانوا يعرفون أن الأرض تدور، يعني ما حدا كان يعرف هذا الشيء. هلا أنت كنظرية علمية تؤمن أن الأرض تدور؟ يا طبعا. طيب، بس القرآن لا يؤمن بأن الأرض تدور. القرآن ما تعرض أساسا لهذه المسألة. إيه إذن ليش تقول له القرآن يقول هذا؟ القرآن يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ولكن السحاب، ما الجبال ما تمر مر السحاب، بلى. الجبال ما ماشية في واقفة في مكانها، ما بتتحرك. طيب، والجبال أوتادا. شو يعني أوتادة؟ الآن أثبتوا في علم الجيولوجيا أن الجبال لها أوتاد تفوقها في العظم شو يعني أوتاد؟ مرات. أوتاد الوتد عندما تدقه لتثبت الخيمة، فأنت يعني تغرس الجزء الأكبر منه في الأرض وتظهر فقط العليقة هذه عشان تثبت بها، ولكن هذا معنى الجبال أوتاد. ليست هكذا. الجبال ببساطة شديدة هي عبارة عن تراكمات صخرية أو تراكمات رملية، لا لا، ليس لها أوتاد. الجبال لها عمق في الأرض لا يفوق ليس العمق لها أي الظاهر. عمق في الأرض إلا من خلال التكلسات التي لديها. والله والله هذا الكلام أنا قرأته لا، ما لعلماء، هو والله. الجبال يا عمي، ما هو الجبال هي قطعة من الأرض. لما أنت مثل بالضبط أي تكلس للأرض يصير مع بعض، أنت تستطيع أنك تعرف أنه أي صخرة أي شغلة قد تكون لها متكلسات في الأرض. هذا مش وتد، هذا مش جاب وثبتوا. طيب، يعني أنت رددت الآيات كلها. لأنه ما توجد آيات، لو كانت في آيات الناس كانوا يؤمنون بهذه الآيات على أنها معجزات. ما في معجزات في القرآن. تعرف أنه أكبر طبيب جراح في بريطانيا، أكبر طبيب جراح في بريطانيا أسلم من آية في سو... آية الآية التي في سورة الحج التي تتحدث عن مراحل تكون الجنين. يا اللي أيها شو الناس، بتقول؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم،
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من مين هذا الطبيب؟ والله والله لا أكذب عليك، قرأتها في موقع محترم. موقع إيش؟ موقع من المواقع الإسلامية؟ والله قرأتها من أكثر من 10 سنوات. ولكن لا بأس، الآن أنا أمشي معك في هذا. هل الإنسان يخلق من التراب؟ لا، هو ذكر أصل الخلقة ثم كما شرح في آية أخرى ولقد خلقنا الإنسان من هل يوجد إنسان على وجه الأرض من الأطباء ومن العلماء الأحياء يؤمنون بأن الإنسان خلق من التراب؟ الإنسان الأول المقصود. يوجد أي هو علماء الأحياء لا يعترفون بهذا الإنسان الأول؟ لا، في علماء أحياء في علماء أحياء مؤمنين كثير. لا لا، ما أنا ما أقول علماء، أنا أقول الأحياء، علم الأحياء هذا لا يعترف بحاجة اسمها الإنسان الأول، ما فيش هذا. علم الأحياء لا يتطرق إلى الإنسان الأول. بلى يتطرق على أن هذا الإنسان الذي إحنا عندنا هو نتيجة تطور من إنسان آخر من إنسان آخر من إنسان آخر. هذا رأي داروين. سلالات أخرى، لأن ما نرجع إلى الحيوانات وقربنا منه. هذا رأي داروين. مطورين عمليا عن الحيوانات، هذا الذي يتطرق له علم الأحياء. ما يوجد يعني علم الأحياء ما يوجد فيه ولا يدرس فيه إنسان أول وإنسان كذا. يتكلم عن الهوموسابيان، عن النياندرتال، عن الأنواع الأخرى من الناس، عن من البشر أو من هذه الكائنات التي كانت تقف على رجلين منها وتمشي على رجلين. يتكلمون عن هذا، ما في قصة إنه والله إنسان أول خلق من تراب. ما في عالم محترم من علماء الأحياء يؤمن بهذا ولا يدرس هذا ولا يعمل أي بحث علمي هذا ولا يعمل أي عملية على هذا الأساس. في علماء أحياء مسيحيين يؤمنون بما جاء في الكتاب المقدس. ما هو يؤمنون يقول إحنا ما بنعرف هذا شيء ثاني، ولكن يوم ما قدموا الشهادة، يوم ما عملوا الامتحانات، يوم ما اشتغلوا في الطب، يوم ما بيقدموا الأدوية، يحطون الإيمان على جنب ويشتغلون بالعلم. ليش؟ لأن العلم لا 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 لا, 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 لا يتوافق مع هذا الكلام. ونظرية داروين التي ذكرتها لم تثبت علميا حتى الآن. بلى، أنا نظرية داروين ما في حدا هنا يتكلم عن نظرية داروين، لأن نظرية داروين يعني 100 سنة قديمة و 150 سنة تقريبا، عرفت كيف؟ ولكن اللي يعمل به أوروبا الآن واللي موجودة في الجامعات العلمية الآن في أوروبا كلها بدون استثناء ما يوجد واحد منهم يشك بأن الإنسان هو كائن متطور من حيوانات أخرى. لا يوجد واحد يقول أن نظرية التطور هذا مش هي أكثر من المسلمات. أنت الآن ما رأيك في أي جامعة، قدمت في أي مدرسة، قدمت في أي شهادة في هذا المجال، لو قلت أنا لا أؤمن بنظرية التطور وجاوبت على حسب ما تؤمن راح يرسبك، ما راح يطلعك. تمام، وأنت تعلم أن هناك علماء غربيين معتبرين نقضوا نظرية التطور. ما هو ما يقدر حدا ينقض، عرفت كيف؟ هناك ناس عنده هنا في أوروبا يا شيخ، في ناس كثر تطلع أوروبا تبنت نظرية التطور لأنها متماشية مع الإلحاد. من كبار العلماء، مش علماء، هو من كبار الصحفيين ومن كبار المفكرين ومن كبار الكتاب، واحد اسمه ديفيد آيك. ديفيد آيك هذا له كتاب السر الأكبر، يعتقد ويبرهن على ذلك بأن الإنسان هذا احنا عندنا 3 أجناس من البشر، البشر اللي احنا والبشر الثاني اللي هم الهجين والبشر الأصلي والبشر الآخر اللي هي السحالي اللي داخلة في جسم الإنسان. لذلك هنا الناس تتكلم عن ما تريد، ولكن الفكرة الأساسية مش انك انت تتكلم بما تريد، ولكن الفكرة الأساسية هي انك يعني تفرق بين ان هذول الناس وما يتكلمون عنه هذه آراءهم الشخصية وعادي جدا، هذا مسموح به، وما يتداول في المجامع العلمية في الأبحاث في الجامعات في المراكز في المختبرات، هذا لا يوجد واحد، بل حتى في المناهج الدراسية لا يوجد واحد ممكن حتى يشكك في هذا الكلام.
لانه من المسلمات، يعني لانه اتبعوا الجينات، اتبعوا الدي ان اي، اتبعوا يعني علاقتنا بالكائنات الثانيه عن طريق الاجهزه الحديثه، عن طريق المتابعه، عن طريق عشرات الالاف من الادله وارتباطاتها ببعض، بالمختبرات، بالجينات، باعمار الحيوانات، بالمستحثات، بالمتحجرات، كل هذا الكلام. يعني بيشوفوا عمليه تطورنا كيف نشا. ما حدا ينكر هذا يا شيخ. نظرية التطور تقول أن الإنسان مثلا والقرد نشأ من سلف مشترك مثلا. واستدلوا على ذلك بالحفريات التي وجدوها. لا مش بالحفريات، هذا قديم. الآن لا يستدلون بالحفريات، الآن يستدلون بالدي ان اي اصلا. الحفريات اللي عملوا فيها تزوير وما ادري كذا، هذا كلام قديم. الآن عندك أنت إمكانية متابعة الجينات أصلاً يا شيخ. طيب ليش الإنسان ما تطور؟ وبيتطور، مين قال لك ما تطور؟ ما تطور، هذا شكله من خمس أكيد آلاف سنة، من بنتطور. 10 آلاف سنة. لا لا لا، إحنا الآن عمرنا 300 ألف سنة، يعني عرفت كيف؟ لا، فقط إحنا عمر نتكلم الإنسان عن 100 عملية ألف سنة. التطور قريب من 2000000 سنة، يعني أو لا مليون لا، ونصف سنة يعني. الإنسان عمره 100 ألف سنة. لا لا، هذا الإنسان عمره تقريبا 250 إلى 300 ألف سنة، يعني طيب، هذا المنصات 250، يعني اللي عندنا. تمام. وعندنا أدلة كثيرة جدا على أنه كان يوجد هناك أنواع أخرى من البشر. لما طابقوا الدي إن إي تبعهم شافوا أنه في كمية كبيرة من التطابق مع الدي إن إي تبعنا، ولكنهم مش مثلنا، مثل النياندرتال على سبيل المثال، اللي انصهروا جواتنا، اللي انصهروا فينا من خلال التزاوج. طيب أستاذ محمد، أنا ما عندي قدرة علمية إني أنقض نظرية التطور، لكن سأنقضها عقليا. الآن لو جبت حديد وبلاستيك ومطاط، كل مكونات الطائرة ونحاس وأسلاك، ووضعتهم مع بعض وسلطت عليهم عوامل من الحرارة والصهر وأي شيء، هل سيتحولون إلى طائرة؟ غالبا لا. طيب هذا الإنسان المعقد كيف تطور من خلية؟ عادي جدا، لأن أنت لما بتشوف، روح جيب لي موزة حطها في كيس ليلون، عرفت كيف؟ بلاش موزة، هذا الخبز يا سيدي، شايف هذا الخبز؟ ها؟ حطه هنا، الآن هذا خبز ممكن آكله. ها؟ أسكر عليه وأحطه هون. بعد 3 4 أسابيع، بعد ما يعفن، راح تشوف جواته دود وتشوف جينات حية. بتصير. وكائنات معقدة بتصير. ليش؟ وهذا احنا نقدر نشوفه صراحة، يعني نشوف انه في امور تتطور، تتفاعل كيميائيا، وممكن تصير منه كائنات حية. وهذه الكائنات الحية صراحة ممكن تعمل، يعني تتطور وتصير عندها طفرات وتوصل الى درجات اخرى، مثل ما عملنا مع الكلاب والقطط وكذا. انت تعرف ان الكلاب اللي عندنا، هو 99% من الكلاب اللي عندنا هي كلها كلاب متطورة هجينة، احنا اللي نشأناها من خلال التزاوج المعتمد بين الذئاب وبعض انواع الكلاب والثعالب والما ادري، يعني ما اريد ادخل في هذه التفاصيل عشان ما اخطئ في الكلاب وكلام، ولكن كلها معدلة. فلما تصير الطفرات هذه قد تنشأ لك نوع جديد، وهذا بنشوفه بشكل مستمر على فكرة. في المختبرات بيعملوا هذا الشيء، وهكذا بيلاقوا علاج لكيفية مقاومة الفيروسات وكذا. طيب هذه المخلوقات كلها تطورت من سلف مشترك واحد؟ مثلا هذه نظرية. طب من أنشأ، من أين نشأ هذا ما السلف أدري. المشترك؟ طيب معناته النظرية باطلة. لا، النظرية ثابتة، ولكن معرفتنا بالأصل الأول غير معروف، غير كاملة. يعني مثلا يا شيخ، أنا الآن جبت حبل، عندي رأس حبل، هذا الحبل عندي، تمام؟ مسكت هون، عرفت أنه هاي السبحة تؤدي، هذه الخرزة تؤدي إلى هذه الخرزة، إلى هذه الخرزة، لين ما وصلت لهون، تمام؟ وصلت لنصف الطريق، ولكن بعد نصف الطريق في الطريق عندي مسكر، عرفت كيف؟ ما قدرت افتح هذا
أشوف إنه شو موجود بعدها. أنا علمي أوصلني هذا المقدار اللي أنا شايفه هذا حقيقي، هذا مش باطلة، هذا المقدار صحيح. اللي موجود من هون لما بعده اللي أنا مو عارفه ما يجعل هذا اللي أنا اكتشفته إنه غير حقيقي، بل بالعكس أنا أكون صادق لما أقول أنا ما بعرف. وهذا هو الفرق بين الإنسان اللي بده يكون متجرد والإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يدعي أنه يعرف وما بيعرف، ولذلك يأتي بكل هذه الأمور المضحكة عن القرآن والأحاديث والمعجزات ونظرية الخلق ونظرية الآدم وكذا، وكل هذا الكلام طبعا مش نظريات، هي مجرد قصص وحكايات. ولكن الشاهد من الكلام أنه هو بيؤمن بهذا الكلام وهو ما يعرف، يعني صراحة فقط لأنه مؤمن يعتقد أنه هذا الكلام صحيح، ولكن مش صحيح. أنا أرى أن نظرية التطور مناقضة للعقل حقيقة. كيف ترى ذلك؟ لأنه لو كان الإنسان والقرد نشأوا من سلف مشترك، لماذا بقي القرد والإنسان إلى هذا الوقت؟ لا، القرد كمان تطور وإحنا كمان تطورنا، وهناك آلاف القردة اللي تطورت، وهناك كذلك إحنا تطورنا، وهذا السلف وهذا الكائن، هذا النوع الذي بقى مننا، لأن إحنا كنا النوع الأضعف، وهناك قرود أخرى انقرضت. يعني في إنسان بشكل آخر كان؟ طبعا جمجمته عقليته طول قامته النياندرتال مثلا، النياندرتال كانوا مختلفين عننا. الإنسان القديم الذي كان الشعر يغطي أغلب أجزاء جسمه، صورته أنت يا أستاذ عمار، ما بيغطي كل أجزاء جسمنا، إحنا كائنات جدا مهذبة. أنت شوف يا شيخ، أنا اللي استغربته إنه مفكر كبير مثل عدنان إبراهيم يؤمن بنظرية التطور. بل بالعكس، عدنان إبراهيم لأنه شاف هذا الكلام ما يقدر يحط رأسه تحت الأرض عشان يقول أنا لا أؤمن، رغم أنه عدنان إبراهيم يؤمن بأمور كثير جدا يعني خرافية مثل الجن والملائكة وكذا، ولكن عدنان إبراهيم في نهاية المطاف شاف قرأ هذا الكلام ما استطاع أنه يتجاوزه. وصدقا يا شيخ، أنت لما تقرأ في نظرية التطور ما تستطيع إلا أنك تكتشف أنه هذا الكلام صحيح، ما كيف أنا أرفض هذا الكلام؟ ولكن الذي يجعلك ترفض يا شيخ محمد أنك أنت مؤمن بالقرآن وتعتقد أن هذا القرآن يقول لك أن نظرية لا 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 لا، مو لأني مؤمن بالقرآن. كيف حوت كان له أربع أرجل صار حوت بدون أرجل؟ عادي جدا، مثل ما أنت تشوف الآن ما يعني ملايين البشر يولدون ببعاهات والتشوهات، ثم إذا هذول الناس وضعوا في مكان معين وكانوا في وضع معين التشوه راح يستمر من عنده. مثلا أعطيك مثال، احنا الان البشر ادم يا اما كان يكون اسود او ابيض، صح ولا لا؟ ابيض كان. مثلا السود منين اجوا؟ السود دليل على صدق هذه الطفرات التي صارت عندنا وصار عندنا ناس سود. طب الشقر منين اجوا؟ طب الحمر منين اجوا؟ طب اللي شعرهم سرح وشعرهم مجعد منين اجوا؟ هذه كلها تطورات صارت عندنا. هذه اختلافات ليست في أصل الخلقة يا شيخ. يا عمي كيف مش في أصل؟ لون البشرة كله تغير. قد يكون من أشعة الشمس أسود. ما هو أنت إذا قلت أسود ومش فرن يعني أنا ممكن أسود، ولكن إذا ما صارت عندي طفرة، عرفت كيف؟ يعني مثلا ببساطة شديدة الأفريقي الذي يولد في أفريقيا هذا ممكن يكون أسود، طب لما يروح لألمانيا ليش بيولد أسود؟ لأنه هذا موجود في جيناته. المنطقة اللي مسؤولة عن لون البشرة هو هكذا، هذا عنده يفرزها بهذه الطريقة. لا لا، هذا في الصفات الوراثية في الإنسان كثيرة جدا. إيه، وهذا اللي احنا بنقول إذا كان البشر من رجل وامرأة فقط كيف ورثوا صفات ثانية خارج لهذا؟ هذا كلام هي موجودة هذا فيه، دليل على أن هذه الوراثات هي مش من رجل وامرأة فقط،
وإنما من سلالات عدة مختلفة. هلا أنا أسلم لك أن هناك تطور في حد معين، لكن أن يتحول القرد، أن يتحول القرد إلى فيل، ويتحول الطائر أبو منقار إلى طائر، إلى عصفور، وأن يتحول، هذا لا أسلم به. لا تسلم به، هذا أكيد شأنك، ولكن أنت تستطيع أن تلاحظ هذا الكلام. شوف الفيلة، ليش هذا ودانهم كبير وهذا ودانهم صغار؟ ليش هناك آكل النمل وليش هناك الغزال الصغير تبع الغابات اللي حجمه مثل الفارة، وليش هناك الغزال الكبير، وليش الزرافة شعرها رقبتها طويلة، ليش عندك الحمار الأصلي والحمار الوحشي، ليش عندك أنواع مختلفة من الأسود، ليش عندك أنواع مختلفة من الحيوانات، ليش عندك أنت عندك أحيانا بين المعز والمعز البري والغزال والغزال الجبلي والأيل، هناك عندك عشرات وربما المئات من الأصناف تحدثك عن نوعية التطور التي صارت في هذه الحيوانات. القطط ما أدري شو اسمها، هذه القطط الوحشية، القطط البرية كذلك، لين ما يوصلوا إلى النمور أو إلى الأسود إلى كذا، عرفت كيف؟ في هناك أنواع مختلفة، الذئاب، الضباع، الثعالب، الكذا، هناك واضح جدا عملية التطور اللي بتصير في هذه الحيوانات، بتصير يا شيخ، يعني كل هذا قدام عيوننا احنا. الأسلاف اللي شفناها اللي جمعناها من شو بيسموها الرفات اللي جمعناها، بيدل على انه كان في شخصيات او مش شخصيات، شو بيسموها، كائنات مقاربه لنا توقف على رجلين وهم ومش مثلنا. في ادله كثيره جدا يا شيخ، مش دليل واحد واثنين. ولكن الذي يخيف الانسان انه يصدق هذا الكلام، هو يعتقد موضوع آدم وحواء، موضوع خلق آدم ونفخ الروح فيه، فبالتالي يخاف أنه يوصل لهذا الكلام. يتصور يا شيخ. لا لا، أنا أسلم لك أن التطور يحدث طفرات في حدود معينة، لكن أن يحول أصل الخلقة إلى خلقة أخرى فهذا يستحيل. لا مثلا، مستحيل، وهذا بيحصل يوميا. لا يستحيل، وخلق كل شيء فقدره تقديره. هو أنت عشان تؤمن بالكتاب أنت بتكذب العلم أصلا. لا أنا جبت لك دليل من القرآن، أنه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لكن أنه مثلا الحوت أنه كان له أربعة أرجل ثم تحول إلى هذا الشكل الأملس المسطح، كيف هذا؟ عندنا نماذج قريبة منها. عندنا كائنات مثل السلاحف، مثل التماسيح، مثل بعض أنواع الأسماك، بعض أنواع الثعابين اللي عندها أرجل، عرفت كيف؟ عندنا هذا الكلام كله موجود عندنا يا شيخ، موجود عندنا يا شيخ. يعني هذا اللي أنت بتقوله اللي مستغرب منه، عندنا هذه يعني لا زالت مش منقرضة. طيب لا زالت طيب طيب عيوننا. لو سلمنا جدلا أن نظرية التطور صحيحة، فهي لا تنفي وجود الله. ما قلت أنها تنفي وجود الله، لأن كل الكائنات وتكذب التوحيد، لأن كل الكائنات الحية لها سلف مشترك. ولكن الفكرة أنه إحنا لو سلمنا بهذا كله، راح هذه الكتب الدينية كلها راح تكون معروفة بالنسبة لنا، بدل ما أنه إحنا جالسين نناقش في الكتب الدينية راح نعرف بالضبط. يعني نقلت البعض على هذه الكتب، راح يبين لنا أنه هذه الكتب هي مش حقيقية صراحة. هذه كتب يعني كان ناس كتبوها في زمانهم أو في أزمنة مختلفة، طرأ عليها تغيير أو لم يطرأ، ولكن الشاهد أن هذه الكتب مش كتب من إله عليم خبير عارف كل حاجة، لأنه مخالفة للعلم. ما فيش حاجة اسمها أنه خلق آدم من تراب، ما فيش حدا ينخلق من تراب. هذا أصل الخلقة، هو يتحدث عن أصل الخلقة، ما تعرض. أنت بتعرف أنه داروين كان يؤمن بوجود الله؟ أنا ما بعرف داروين ولا مصدق داروين ولا فارق معايا داروين. أنا بقول اللي أنا هو صاحب نظرية التطور، هو صاحب نظرية التطور. لا يا عمي، أما مسألة التطور هذه عملية تراكمية من البشر من مئات السنين وربما الآلاف. الشاهد الأصلي في هذا أنه أنت داروين مش هو الصاحب الرؤية،
ولكن لا الفكرة لا لا أن لا لا، الكتاب ما أحد طرح هذا الكلام إلا داروين وهو صاحب ما النظرية. بغض النظر يا شيخ، الفكرة لا يعني مثلا أنا الآن لو اخترعت لك شيء شغلة، هذا الاختراع اللي أنا اخترعت لك إياه هذا ما له علاقة بي، أنت تشوف الاختراع نفسه. فكرة التطور أو نظرية التطور هي نظرية انتشرت بين البشر الآن ويستدلون عليها بالطرق العلمية، عن طريق المختبرات، عن طريق الفحوصات، عن طريق متابعة الجينات، الدي ان اي، الكودات اللي موجودة عندنا وارتباطنا وتشابهها مع الجينات الأخرى، كل هذا الكلام هم يطلعون عليها. أما داروين ما عاد موجود في هذه الليلة. الإمكانيات اللي كانت عند داروين يعني ما خلته ما مش قادر يبحث بطريقة صحيحة، ولكن الآن احنا عندنا أدوات عالية جدا من الرصد ومن البحث ومن التعمق ومن معرفة ما يصير. فما أنا ما في حدا يتكلم عن داروين أصلا يعني، ومش قرآن يعني. طيب، أنا أقول لو سلمنا جدلا أن نظرية التطور صحيحة فهي لا تنفي وجود أصل للخلق وجد من العدم لا وله خالق. أنا ما أخالفك في هذا المقدار. أنا أقول هذه الأديان التي عندنا هي مخالفة للعلم. أنا مشكلتي مش مع الله. الله إحنا حاجة ما بنعرفها، ما بنعرف شو بده، شو يكون، كيف هو، كيف شكله، كيف أي حاجة، سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن، سواء كنت مسلم أو مسيحي أو يهودي أو أي حاجة، أنت ما آمن بتعرف به الله. وستراه في الجنة. لا، وما مين قال لك انه عنده جنة؟ هو أخبرني، أنا لا، هو أؤمن ما هو بالقرآن. انت لانك مصدق انه هذا الكلام اللي اعطاك اياه انه هذا كلامه بالجنة. انت لو لا، شوية تحررت من هذا تعرف ان الله لم يوعدك لا بالجنة ولا بالنار. في شاعر مسيحي كبير من كبار شعراء، والله نسيت اسمه، يقول: كلما قرأت القرآن دهشتني بلاغة الآيات وفصاحة الخطاب، فأقول: يا نفس، يا ويلك، إنك على دين النصرانية. والله هذا الكلام قرأته لشاعر من كبار شعراء المسيحيين. وأسلم ولا شو عمل؟ ما بعرف، أنا قرأت هذا المقدار فقط. وهذه مشكلة ثانية. تعرف انه نيتشه كان يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا ما بعرف أي شيء، أنا بعرف جورج برنارد شو كان يؤمن ان محمد نبي ومدحه في مواضع كثيرة. أنا ليش أروح لهذا؟ أنا إنسان صاحب عقل، أنا لا مقلد لبرنارد شو، ولا مقلد لنيتشه، ولا مقلد لأرسطو، ولا لأفلاطون، ولا لسقراط، ولا لفيثاغورس، ولا لأي حدا. أنا عندي عقل، عقلي الآن اللي أنا عندي أفضل من عقل نيتشه، وأفضل من عقل برنارد شو، وأفضل من عقل أرسطو وسقراط، كلهم مجتمعين. لماذا؟ لأن الأدوات العلمية التي لدي الآن لم تتوفر لأحد من هذول الناس. أنا أعيش في آخر ما وصلت إليه البشرية. هذول كانوا ناس يعني إمكانياتهم العقلية وإمكانياتهم الذهنية أو المعرفية، سمي ما شئت، كانت خالصة لزمنهم يعني. أنا خلاص أنا وصلت لمرحلة جديدة من مراحل التراكم المعرفي، وصلت إلى درجة عالية من المعرفة. فليش أنا أروح أتبع وأستدل بكلام فلان وعلان؟ لا، أنا أشوف، أنا رجل أصلا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية قرأت هذا الكتاب، قرأت بطريقة يعني معرفية، مش بطريقة واحد جيجك قال لك آيتين وسمعت آيتين على المنبر وكذا. لا، أنا هذا القرآن لا زلت أقرأه على فكرة، يعني اللي يبرم كثير من الناس ممكن ما بتعرف هذا الشيء، لا زلت أنا أجلس أقرأ هذا القرآن وأصرف عليه يعني وقت كثير من حياتي، عرفت كيف؟ وبالفعل أشوف أنه أنا من خلال كل هذه السنوات هذا الكلام اللي موجود في القرآن وفي السنة لا يتوافق. هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام منزل من قبل يعني إله خبير عليم قدير حكيم، يعني لا يمكن. ليش؟ ليش؟ الأمور كثيرة مثل ما تكلمنا. جيب لي مثال. نعم، صار لنا ساعة نتكلم في شو؟ مثلا لما نتكلم عن موضوع الخلق،
أنت لما تأتي وتقول لي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أعرف بالضبط أن كلامك خطأ. أنت لما تقول لي أن السماء سقف مرفوع، أنا أعرف أن كلامك خطأ. أنت لما تأتي وتقول أن النجوم رجوم للشياطين، أعرف أن كلامك خطأ. أنت لما تأتي وتقول لي أن النجوم زينة، أعرف أن كلامك غلط. أنت لما تأتي وتقول لي أن أن أنك نفخت في آدم وآدم خلق من تراب، أعرف أن كلامك غلط، لأنه أنا بعرف أنه أنا وين جاي، من وين جاي ومن كذا. أنت لما تقول لي وأحمل فيها من كل زوجين اثنين، أعرف أن كلامك غلط، لأنه هناك عندي أنا آلاف الحيوانات ليس لهم علاقة بهذا قصة نوح وكذا. هذا الكلام كله مخالف للعقل، بالإضافة إلى الأمور الأخلاقية والأمور الإنسانية. ولكن أنا لا أناقشك في الأمور الأخلاقية والإنسانية، لأنه أنا بالفعل يعني بعرف أنه الإنسان لما يكون يؤمن بقداسة هذا الكتاب وهذا الدين، هو يعتقد أنه هذا كلام هو المفروض يكون هكذا، حتى وإن كان في صدره غضاضة يعني مضاضة. طيب. حتى وإن كان في صدره حرج، هو يؤمن بهذا الكلام، لأنه هو يعتقد أنه هذا من لدني خبير عليم. ولكن الفكرة الأساسية يعني هذا ناقشناه في المرة السابقة، الآن احنا بنناقش أمور علمية أوضح من نور الشمس، ولكن الذي يمنع أنك أنت تؤمن به وهذا القرآن أكيد. طيب الله سبحانه وتعالى اختار بحكمته أن يرسل وأن يصطفي من البشر بشرا يوحي إليهم ويبلغون رسالاته للناس. ليش؟ النبي، أنا أقول لك ليش. لأنه لن يتواصل مع جميع البشر. ليش؟ هل الرئيس مطلوب منه يتواصل مع جميع أفراد الشعب؟ لا بلى، ولذلك كل شوية بيعمل لنا خطاب ويقرفنا في عيشتنا. كل أسبوع مباشر. كل يوم كل شهر ضارب لنا يعني خطاب، سواء في الراديو أو في التلفزيون، يطلع لنا كل شوية. لا بس هلأ جميع البشر على صلة مباشرة مع رئيس الدولة مثلا؟ كل من يريد يشوف التلفاز يسمع من الرئيس مباشرة. أنا لا أتكلم عن ظهوره، أنا أتكلم عن التواصل المباشر. لا، التواصل المباشر أنا المفروض يكون الرسالة اللي بده يوصلني إياها يكون واضح جدا، عار طالع منه هو، مش طالع من ناس ثانية. طيب دعنا من هذا. أنا أقول لك أن النبي محمد كان يعرف قبل البعثة بين قومه بالصادق الأمين. هذه حقيقة تاريخية. لا حقيقة تاريخية. لا. طيب اقرأ في صحيح البخاري، أبو جهل قال كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان فسقوا الحجيج فسقينا، وأطعموا الجائع فأطعمنا، وكسوا العار فكسونا، فقالوا منا نبي، والله لا نسلم لهم بهذه. هذا لا يدل على شيء. هذا أكبر دليل، هذا أكبر دليل على أن النبي محمد لم يكن صادق، وإنما بني عبد المناف طلعت بقصة النبي محمد عشان يعملوا يعني نقطة على بني، شو كان اسمهم، بني مخزوم ولا شو كان اسمهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريش عند جبل الصفا وماذا قال لهم؟ قال أرأيتم لو قلت لكم، بمعنى الحديث يعني، أن جيشا خلف هذا الجبل سيغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. يعني هم كانوا يعرفونه، حتى في الليلة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أمر علي أن يبيت في فراشه حتى يخرج من بينهم ولا يقتلوه، وحتى يرد الودائع التي كانت عنده من أهل مكة. هذه قصص ما حدا يصدقها صراحة. هذه قصص ثابتة عندنا. لا ثابت أنا عندكم أكيد، لأنه أنتم تصدقون أي كلام ينقال لكم، ولكن هذا ما حدا يصدقها. يعني أنا الآن واحد يدعي أنه نبي وأنا أشوف أنه كذاب، أنه هو مش نبي، أروح أحط عنده أمانة؟ أكيد ما راح أعمل هذا الشيء. لا في فرق. أنت الآن
انت الان كملحد ممكن تعامل مسلم، صح ولا لا؟ انا الان لو واحد اجى وقال انا انه الان انا نبي، انا الان كمسلم ممكن اعامل واحد بوذي انا ما مثلا اعتقد كذا، واتاجر معه. وهذا هو الفرق. لحظه، معامله المسلم يفرق عن معامله النبي. انا لما شخص ياتي ويقول لي انه هو نبي بالضروره اقول عنه كذاب. انت الان لو واحد قال انه نبي راح تؤمنه على اي شيء في حياتك؟ لا. الآن ليش؟ لا، لأنه فقد المصداقية عندك. الذي يفقد المصداقية عندك والترهم أنه يكذب. لو كنت في زمن عيسى، لذلك هرقل حتى في صحيح البخاري في قصة هرقل قال لا، هذا ما كان يكذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ الله فأنا أكبر. اعتقدت أنه كان يكذب على الله، فمن باب أولى أني أشوف أنه راح يكذب على الناس. ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا شهادة مثلا هرقل، شهادة أنا هرقل هذه. ما أقول لك هذا دليل على شو؟ دليل على أن الناس إذا شافت أنه في شخص يكذب، عرفت كيف؟ هذا الشخص ما أنا 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 ما راح أعطيه أي حاجة، وما راح أتمنه. واحد يكذب على الله، يعني الآن مثلا أنا تجي تقول لي النبي نشأت، تعرف النبي نشأت هذا اللبناني، تقول النبي نشأت، يعني أنا أصدقه؟ أقول ما أصدقه، أكيد ما راح أصدقه. طب تقول له طيب ممكن تحط عنده علبة الكبريت هذا عنده أمانة؟ قل له أنا ما أصدقه، يعني كيف أنا أشوف واحد كذاب؟ يعني والله أنت تشوفه كذاب أو غير كذاب، أنا أقول إذا درست سيرته، دقيقة، إذا درست سيرته حتى لو ما آمنت أنه نبي ستؤمن أنه رجل عظيم. عظيم، انا ما اختلف معك، كان عظيم على مستوى المنطقه تبعه، لانه اغلبهم كانوا ناس متخلفين. يعني ممكن اؤمن بانه هو كان يعني ذكي مقارنه متخلفين بالمنطقه علميا وليس اخلاقيا. كيف؟ متخلفين علميا وليس اخلاقيا لا او حتى حضاريا. اخلاقيا لا لا، أكيد أخلاقيا كانوا سبحانه. متخلفين، كانوا يسبون البعض، يغيرون على بعض، يأكلون الضعيف ويؤكل ماله من القوي، حتى اضطروا إنه يأتي واحد مثل عبد الله بن جدعان ويعمل حلف المطيبين عندهم، صح لو لا؟ نعم. ولكن المسلمين لما أتوا أخلاقهم يعني ساءت أكثر من أخلاق هذول الناس اللي كانوا موجودين. لماذا؟ لأنهم زاد أمور كثيرة جدا، قمعوا المرأة، قمعوا الإنسان، قمعوا حرية الدين، بينما كان في ذلك الوقت حرية الدين كان مسموح به. ولذلك كانوا يقولون عن أبو بكر، عن عمر، عن الرسول، رجل اختار لنفسه دينا، فما يعني ما شأنكم بذلك؟ ولكن هم لما هاجموه ويعني لأن النبي ابتدأهم، كان يسفه آلهتهم ويسبهم ويكفرهم. طيب، هل من العقل أن يعبد الإنسان حجارة؟ هو قضية أنه الإنسان إذا عبد أي شيء ما يكون عنده عقل. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أن هناك شخص خلق هذا الكون يطلب منه العبادة. أصلا كل ما كانت هناك عبادة، سواء عبادة للحجر أو الشجر أو الجاموسة أو الفار أو البقرة أو في الكنيسة أو في المسجد، هذا كله يدل على نقص العقل، لأن العقل لا يجتمع مع الامتثال لأوامر العبادة، لأن العبادة مفادها أنه في كائن ها عنده قوة عظيمة يطلب مني أنا الصغير هذا أني أعبده. ليش أعبده؟ العبادة هو أصلا تحجيم للعقل، سواء كان لله أو للحجر أو للهبل أو اللات أو أي من أو مين من كان يعني. لا، كيف تقارن عبادة الخالق العظيم بعبادة حجر أو نفس حجر؟ الفكرة نفسها، بالعكس، عبادة الخالق العظيم فيها من قلة العقل أضعاف أضعاف ما أنا أعبد فلان وعلان من البشر. أنا ممكن أعبدك أنت، لماذا؟ لأني أعتقد أنك أنت بحاجة إلى هذه العبادة، ممكن أخليك سعيد بهذه العبادة،
عرفت كيف؟ ممكن أجي وأقول نعم أنا أسبح بحمدك حبيبي محمد فؤاد شيخ يا حبيبي، أنا أعبدك آلاء الليل وأطراف النهار، وأسجد لك عشان أخليك سعيد، إذا عرفت أنه هذا الشيء راح يسعدك. طب إله خلق الكون هذا معقول يكون بهذه النرجسية وبهذه الضآلة النفسية يكون يطلب مني أني أعبده؟ لا، أني أذلل نفسي قدامه؟ ليش؟ يعني هو أعطاك 24 ساعة، طلب منك نصف ساعة في اليوم خمس صلوات، ولا نصف ثانية، ليش يطلب مني عبادة أصلا؟ هو إله عظيم. يعني أنا مثلا، أنا لما أجي للبيت أشوف بنتي الصغيرة، ها أنا أحب بنتي الصغيرة، أنا أطلب من بنتي الصغيرة شغلات عشان أشوف إذا هي بتحب هذا الشيء ولا لا. أقول لها تعالي عند بابا، حبيبة بابا تعال، قول تعمل كذا احيانا، ها فاما بتجي تقول لا يا بابا، او تقول شو بتعملين انت؟ طيب لما لما هي تكبر بتكون بدها، لما هي تكون بدها تجي لعند بابا، عرفت كيف؟ اما أسألك انا بالله، هجي اروح بدها، انا اضرب نفسي اربع طلقات يعني، عرفت كيف؟ كيف انا لحظه بس، الفكره يا شيخ، ايه الفكره الاله المفروض اعظم من هذا بمراحل، عرفت كيف؟ ليش يطلب مني العبادة؟ المفروض لو أنا بدي أتواصل معه أعبده بالطريقة اللي أنا أريده، وليش يطلب مني عبادة؟ ثم مش يطلب مني عبادة، لا، يجعل مصيري النهائي مبني على هذه العبادة، يعني إذا أنا ما عبدته راح أدخل النار. هذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل أن هذا الكتاب الذي وصف لنا الله، وصف لنا هذا الإله العظيم، أنه هو انتقص منه على الحقيقة، هو طب جعله لا كائن طيب يعني مجرم. سأتنزل معك، لا تعبده لكن آمن به. أنا ما بعرفه، كيف آمن بشغلة ما أعرفه؟ سبحان الله، وهذه الآيات والمخلوقات. ما عندي مشكلة، قل لي شو هو الله عشان آمن به، ما عنديش مشكلة. الله لو أراد أن أؤمن به لا أتى لي بأبسط الطرق عشان أؤمن به، ما أخذ مني لفة طويلة. لو كان في يا شيخ، لو كان في إله عظيم بهذا الكون، خلق هذا الكون، هذا الإله قطعا مش فارق معاه أنا أؤمن به أو لا، لأنه لو أراد أنه أنا أؤمن به أتاني بطريقة سلسة جدا، عمل لي حاجة على إيدي، كل يوم كان راح يطلعني في المنام، كل يوم كان راح يشوفني نفسه، وعلى طيب مدار البشرية كلها هذا كان كلامك، البشر هذا كله. كلامك متفق مع الشريعة الإسلامية، أنت ما لا بتعرف إنه في أهل الفترة في الشريعة الإسلامية؟ لا، مو أنا مش من أهل الفترة، أنا من أهل الإسلام اللي شفت هذا. الله يوم ما يجي يرسل لي كتاب عشان أؤمن به، يرسل لي هذا الكتاب يأتي أول ما أفتحه يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أول ما أفتح الكتاب يقول لي الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ختم الله على قلوبهم وعلى أسنان. الآية اللي قبلها هي، ما جاء ما تجي تقول لي أنت حرفت الآيات. في البداية يقول لي إن الذين كفروا سواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك في آيتين ثلاثة بعدها يجي يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ثم بعدها يجي يقول لي الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ثم بعدها يجي ويقول لي صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بهذا يطلب مني أن أؤمن به؟ أنا أكلم عبد الجبار بن جارنا اللي على طول معصب، هذا ما بكلم الله أنا بهذه الطريقة. هذا في أول صفحتين في القرآن، في أول شوف ثلاث صفحات في شوف القرآن. شوف شوف يا أستاذ محمد، شوف شوف إذا شوف إذا لم تقبل القرآن ولم تقبل السنة، أنا لي نصيحة لك، على الأقل آمن أنه آمن بوجود الله، وآمن أنه لا إله إلا الله، فهذه تدخلك الجنة. أنا ما أستطيع أن أؤمن بشغلة أو لا أؤمن يا شيخ محمد، الإيمان ليس الزر أنا أضغط عليه، هذه قناعة. القناعة من خلال ما تقرأ وتبحث وتدور هي تتكون، هي ما تطلب، هي ما تنفى. أنا ما أستطيع أن أؤمن أو لا أؤمن،
هذه قناعات. أنا الآن رجل طلعت المساجد، بين الإسلام، بين الكتب، بين المشايخ، بين الأشرطة، بين الكاسيتات، بين المحاضرات، عرفت كيف؟ أنا حياتي كلها هكذا، أنا ما أعرف حياة ثانية. أنا حتى المصطلحات اللي أستخدمها ما أعرف غير مصطلح ديني، عرفت كيف؟ أنا لما ظهر لي هذا الكلام، أول ما راح مني يا شيخ، أول ما راح مني تقديس هذا الكتاب، شفت عندي في راسي، قلت يا نهار اسود، شو نوعية المخدرات اللي انا كنت اتعاطاه عشان اؤمن بان في اله عظيم ممكن يرسل لي هذا الكتاب؟ يا شيخ انا رجل على حافة القبر، عرفت كيف؟ انا رجل لما اصبح لا انتظر المساء، لما امسي لا انتظر الصباح، وما اجي العب بمصيري بهذه الطريقة. انا ما مش فارق معاي، عرفت كيف؟ ما فارق معاي اني اموت او لا اموت، ولا يخيفني هذه الجنه والنار، لانه متاكد بنسبه يعني كليا انه هذه الجنه والنار لو في اله عظيم خلق هذا الكون ويدخل الناس في الجنه والنار ما في ضمان. امنت به، لم تؤمن به ممكن ينقلب عليك في اي لحظه، لانه اله ما بيكون عادل. ولو في اله عظيم، اله رحيم، مستحيل يعذب الناس، ما يمكن هذا. ولو في إله عنده ذرة من المنطق أعطاني عقل، هذا عقلي، وأنا أزعم لا يعني لا وكذا، أزعم بأني لست إنسان يعني غبي، أزعم أني إنسان بشغل عقلي. أنا تعلمت القراءة والكتابة بالبيت، عرفت كيف؟ أنا تعلمت الـ يعني الحياة هكذا بنفسي يعني. طيب أنا عندي أنا الفكرة، أنا كيف أؤمن بشغلة مناقضة لعقلي ليل نهار؟ لا يا شيخ لا. طيب أنت ستحرم من الجنة وستكون لك الحياة الأبدية في الأرض. لن تكون لي حياة أبدية، أنا ممكن بعد شوية راح أموت يعني، ما راح أنت راح تكون لي حياة أبدية، وراح أكون ناسي. لا لا لا، أنا عندي إلهام خاص أنه الله سبحانه وتعالى سيجمع البشر جميعا يوم القيامة ويحاسبهم، ويدخل الكفار إلى النار ثم يخرجهم منها ويعيدهم إلى الدنيا ويحيون فيها حياة أبدية، لكنهم سيحرمون من الجنة. هذا منين جبت هذا الإيمان يا شيخ؟ هذا إلهام ألهمني الله إياه. وأنا لا أقبل بغير هذا، لا أقبل أن الله سبحانه وتعالى يخلد الناس في نار جهنم، وفي أدلة من القرآن على هذا، وفي صحابة كثير قالوا بهذا، منهم من قال، وأقوال في جمع من الصحابة ومن علماء التابعين ومن العلماء المتأخرين قالوا بفناء أهل النار. لكن أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى يرجعهم إلى الدنيا ويحيون في الدنيا حياة أبدية، لكن يجري عليهم المرض والفقر والمصائب والابتلاءات، كل حسب حظه ونصيبه، ويحرمون من دخول الجنة التي لا مرض فيها ولا نصب ولا وصب ولا هرم ولا. هل فكرت ليش الله بيعمل هذه اللفة الطويلة؟ لأنك ما آمنت به. ليش بيعمل هذه اللفة الطويلة على البشر؟ لأنه أبوك آدم عصى الأمر لا. وسبب. ليش بيعمل اللفة الطويلة من قبل خلق آدم أصلا؟ ليش؟ ما هو لو آدم ما أكل من الشجرة وعصى الله كنا إحنا في الجنة. هذا الكلام بالعكس، الحمد لله أنه الله خلقني. أنت ما مبسوط في الحياة؟ أنا أقول ليش بيعمل هاي اللفة الطويلة؟ والله أنت ما بتسأل أبوك ليش خلفتني. أنا صراحة بسأله دائما، وبسأل أمي، سألتهم 5000 مرة وما عندهم جواب. طيب إذا أنت الآن عندك أولاد، مش مقنع بالنسبة لي. عندك أولاد؟ إيه طبعا الحمد لله. إذا الآن ابنك جاء في يوم من الأيام وضربك كف، شو رأيك؟ راح أجلس معاه وأعلمه وأقول له بابا هذا الكلام غلط، ما لازم إحنا نمد أيدينا. بالله عليك، حدث العاقل بما يعقل، حدث العاقل بما يعقل. والله بقول لك صدق، إذا جاء ضربك كف تعود معه بتعفسه بجريك. الاعتداء على أي إنسان ثاني بطريقة جسدية
يعتبر اعتداء، وهذا أنت لازم تعتذر وهذا غلط منك، وما لازم تعمل هذا الشيء مرة ثانية. إن اقتنع كان بها، إن ما اقتنع راح أقول له أنت إذا عدت هذا الكلام أنا ما راح أكون بدي أعيش معك إذا أنت استمريت بهاي الطريقة. تمام، وصلنا إلى العقاب، ستهجره. طبعا أهجره، بس ما صح؟ ولا هذا أضرب. هذا تعذيب. لا، مش تعذيب، خلي الله يهجرني وما يعذب حدا. أنت ما تؤمن بهذا؟ لا، أنا أعطيتك حل كتير حلو. أنت ستكون مخلد في الدنيا، وأنا هذا الكلام أنا أقول لك أنا الآن أعطيك أفضل من هذا. أنا أعطيك أفضل من هذا. أنا لو إنسان، لو أعرف أنه أنا أولد طفل يجي يضربني، عرفت كيف؟ ما راح أخلفه. فما أحتاج أعمل معه عقوبة. لا، أنا لو أعرف مثلا بناتي هم قرة عيني، أنا الآن لا أعرف لو بنتي هذه، يعني لو كنت أعرف مثلا أنه هي إذا ولا خلفتها وأنها كبرت وعملت وسوت هذه البنية، لو تأمل هذه الكلمة، لو أنها تعمل شغلة راح يعني تضرني أو تضر نفسها أو تضر أخواتها بهذه الطريقة أو تصير مجرمة أو كذا، ما أخلفها من الأول. ليش أخلف طفلة أو طفل لما مش يكونوا الناس يعني غير أخيار في البشرية؟ ما هو رب العالمين عالم هذا الكلام كله، كيف راح يصير؟ ليش يعمل هذا الشيء؟ وهو قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو عارف القصة، ليش يبلونا؟ ما قرر، هو خلقك للجنة أولا بدون تكليف. عارف، أنا ما أقول قرر، هو عارف ليش بيخلقنا. علم الله بالغيب سابق لا سائق. ليش هو عارف كل هذه المصائب راح تصير، ليش يسمح بها؟ ليش يخليها تمشي؟ هو لما خلق آدم على أساس أنه ذريته حتكون في الجنة، هو كان يعرف أن ذريته ما راح تكون في الجنة، صح؟ هو كان يعرف، لكن ما أجبر آدم، هو خيره. هو كان يعرف، صح؟ هو يعلم الغيب، نعم. طالما أنه يعرف الغيب، ليش يخلق آدم وهو يعرف أنه راح يعمل كل هاي البلاوي؟ ما هو مو بس آدم، إبليس كمان نفس الكلام. هو ليش يعمل هذا؟ أنا شو بقول لك، ليش هاي اللفة الطويلة؟ ليش؟ هو إله يفعل ما يشاء. ما هو هذه الإشكالية. أنت لما تقول لي إله يفعل ما يشاء، أنت تكلمني عن واحد مجرم، ما بتكلمني أفمن عن واحد أفمن عارف. يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ أنا أفضل من الذي يخلق. لا يا شيخ، أنا أقول لك ليش. الذي يخلق بيعمل مصايب ما بينقذ الأطفال، الذي لا يخلق بينقذ الأطفال. هلا أنت يا أستاذ محمد، إذا رحت عند دكتور وقال لك أنت لا قدر الله، قال لك أنت معرض للفشل الكلوي، فورا حتقول يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. ما بقول يا رب دخيلك. أنا قبل سنة ونيف هكذا، أو يمكن قبل سنتين، يمكن مش متذكر، قبل سنتين تقريبا، صراحة قبل سنتين عملت عملية المرارة، عرفت كيف؟ 8 ساعات أتوجع قبل ما أتصل على الإسعاف. لما وصلت للمشفى طبعا جو لي الدكاترة، قال أنت كيف استطعت أنك تبقى 8 ساعات تتوجع؟ 8 ساعات. قال لي الدكتور، قال الوجع اللي عندك، أنا عملت عمليات للناس اللي بتولد يعني نساء، قال بيقولوا اللي كانت عندهم مرارة، بيقولوا أنه وجع المرارة أقوى من وجع الولادة، مستوعب الوجع؟ ولا نعم. ثانية واحدة أثناء الوجع طلبت الـ 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 الخير من الله. ولما عملت العملية كتبت لهم تقرير وقلت لهم أنا إذا متت حياتي كلها، أو جسمي كله ملك لكم، اعملوا بي اللي تريدوا، ببساطة شديدة. ولا لحظة طلبت لا من الله ولا من غيره، طب ولا فارق معي لا الله ولا غيره، سواء صار عندي فشل كلوي. وعلى فكرة أستاذ شيخ محمد، أنا
طبعا انت ما ادري تعرف ولا لا، انا اصلا انسان معاق. انا الان في هاي اللحظه اللي انا كيف بكلمك إنسان معاق؟ معاق، انا جالس على كرسي متحرك يعني. بالله عليك؟ هاي هذا تفضل. ما تقدر تمشي؟ لا هذا الكرسي تبعي، عرفت كيف؟ الله يشفيك ويعافيك. شو مش بتشتغل أستاذ مريض، محمد؟ معاق، مش مريض، عرفت كيف؟ مش شو مريض. بتشتغل؟ ها؟ شو بتشتغل؟ شو بشتغل امور منين؟ كثيره جدا يعني. يعني عندك دخل جيد إن شاء الله؟ عندي دخل، وعندي تجاره في البورصه، وعندي مشاريع اخرى، وعندي عالم خاص بي. الله يزيدك، الله يزيدك. الفكره يا شيخ محمد، عرفت كيف؟ انا الان لما بكلمك عندي يعني وجع في اكثر من منطقه في جسمي، من ظهر ومن المفاصل وكذا، وما بطلب من الله انه يعمل لي شيء، لانه الله ما يقدر يعمل لي شيء. مش ما يقدر، الله هذا لا بيعمل ولا بيحل ولا بيربط. اللي بيحل وبيربط هم الدكاتره، هم الادويه، هم الكذا. انا طبعا واحد ما باخذ ادويه مع الاسف، فوجعي مزمن يعني، حتى انه متسبب انه ما اقدر انام في كثير من الاوقات يعني، عرفت كيف؟ يعني استيقظ من الالم اصلا. ومش فارق معاي الله الله بيعمل او ما بيعمل، مش هون الفكره. لذلك انت تعتقد انه الانسان اذا كان يعني ميؤوس من حياته راح يلتجئ الى الله؟ مش، ما بلتجئ الى الله يا عمي. الله هذا وهم عندكم انتم فقط. لا لا، أنا أقدر حنقك على الله لأنك ليس في هذه حنقي، الحالة. لا عمي افهم، مش حنقي على الله، الله ما عمل لي شيء عشان احقد عليه، الله شو موجود السبب فقط في أستاذ رؤوسنا. محمد؟ أصبت بحادثة في سيارة ولا شو؟ لا انا معاق من تقريبا وانا عمري 3 اشهر، انا اصبت بفيروس، فانا بحياتي ما ماشي على رجلي يعني، انا بحياتي ما بعرف شو، انا بالنسبه لي انك توقف على رجلك هذا اعجاز يعني، ما بعرف شو معناته. فانا بحياتي ما ماشي على رجلي، عرفت كيف؟ فبالتالي انا مش مشكلتي الاعاقه، انا مشكلتي مش هذا. انا بعرف ان الان كثير من الناس هذا المعاق ساخط على الله وكذا، مش هذه الفكره. انا كنت معاق وكنت غير متدين، فاهمك وصرت فاهمك. متدين وانا معاق، وصرت غير متدين وانا معاق. أنا الإعاقة مش مشكلة في حياتي، أنا مشكلتي في حياتي هي هذه الشريعة التي تسحق الإنسانية، اللي تسحق النساء، اللي تسحق الأطفال، اللي تسحق الإنسان نفسه، اللي تخليه يعني ما عنده مشكلة يأمر بقتل طفل أو شخص أو رجل أو امرأة فقط لأنه يأمره، يعني عنده وهم في عقله أنه طيب الله أمره بذلك ويخاف من طيب طيب سلامات. تركك من الشريعة الإسلامية كلها، تمام؟ إحنا عندنا نصوص كثيرة. أنا كمسلم أخبرك عن الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. بس هذه شهادة زور. اسمعني اسمعني، قال يا رب شفعني في من قال لا إله إلا الله. قال: يا محمد، ليس لأحد أن يشفع في من قال لا إله إلا الله، إني كتبت على نفسي أن أخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله. انت مستوعب لما تكلمني عن النار تعتقد انه انا يا شيخ؟ انا كنت ادرس هذا الكلام، انا كنت ادرس عقيدة اهل السنة والجماعة، كنت ادرس العقيدة الواسطية، كنت ادرس العقيدة الطحاوية، عفوا مش الواسطية، العقيدة الطحاوية، عرفت كيف؟ الوسطية انا أيضا، بعرف هذا الكلام كيف؟ الوسطية أيضا في العقيدة لابن تيمية. ولكن الواسطية هذا موضوع ثاني تماما، عرفت كيف؟ كنت أدرس الأصول الثلاثة، عرفت كيف؟ كنت أدرس نواقض الإسلام، كنت أدرس كشف الشبهات، مش أدرسه كدرس هكذا، ولكن كنت أدرس هذه الكتب وهذه الرسائل. أنا ما أحتاج حدا يقول لي يذكرني بمثل هذا الكلام، أنا هذا الكلام حافظه أكثر من اسمي. أنا بقول هذا الإله اللي أنتم بتتبعوه هذا إله موجود فقط في رؤوسكم، وإذا كان موجود بهذه الصفات اللي موجودة في القرآن ممكن يوم الـ 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 القيامة هذا الإله يأتي ويحطك في النار ويقول لك: نعم أنا أفعل، هذا ملكي وأفعل ما أشاء، لأنكم أنتم حسب معتقدكم هذا الإله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله طيب فعال طيب بما يريد، ما انت عنده انت أي انت ضمان. انت الان انت الان انت الان تركنا من الله، تمام؟ خلي الله على جنب. انت الان الا تؤمن ان لهذا الكون صانع
ما بعرف، مقتدر؟ ومش مش فارق معي. شلون مش فارق معك؟ هذا السؤال أعظم من حجمي. أنا خليك إنسان مثل، بين خليك ثمان مثل مليارات أينشتاين بشر. ربوبي، خليك مثل أينشتاين ربوبي. أنا إنسان بين ثمان مليارات بشر على كوكب في مجموعة شمسية ضمن ملايين بل مليارات الشموس في مجرة درب التبانة، ضمن مليارات المجرات في هذا الكون. إله إيش اللي أنا أشغل نفسي بيه بأنه خلق هذا الكلام؟ أنا وين حجمي في هذه الليلة؟ أنا مش شاغل نفسي بأسئلة مثل هذه، أنا شاغل نفسي بالحياة اللي أعيشها، هذا هو الفرق. لا أينشتاين ربوبي، واقرأ سيرته. مين طيب شو بتقول؟ هذا اتركك من واحد. التكست يا شيخ، اتركك من طيب التكست عشان ما طيب تضيع. يا أستاذ محمد، أنت الآن ما أنت مؤمن بإله؟ ما أدري، أنا ما بعرف إيش هو الإله. الذي الإله هو المعبود، أؤمن بأنه هناك مليارات الآلهة، ما أدري. ولكن إن كنت تقصد بالرب الصانع الخالق المنشئ المكون الموجد، هذا أنا ما بعرف ومش شاغل نفسي معاه. إذا هو كان يريد أن أؤمن به كان إجا وقال لي تعال محمد صالح، أنا أريد أكلمك على جنب، أريدك أشوفك أنه أنا شو عملت عشان تؤمن بي. الله مش فارق معاه هذا الكلام إذا كان موجود، إذا ما كان موجود مش فارق معاه هذا الكلام. أنا ليش أشغل نفسي بشغلة الله نفسه مش شاغل نفسه بي؟ يعني والله كلامك يعني عاطفيا مقبول. لا مش عاطفيا، أي لا واحد عاطفيا. بيسمع كلامنا يا شيخ محمد، أي واحد يسمع هذا الكلام الآن وهو جالس بيناتنا الآن بيعرف أي والله كلام هذا منطقي، هذا الكلام العقلي هو هكذا. إذا الله مش طالب مني أني أؤمن به أنا ليش أروح أبحث عنه؟ لو هو كان يريدني كان إجا عندي. بس الفارق أنه أنتم تؤمنون بأنه هو أرسل لكم رسول وأرسل لكم كتاب. يا عمي رسول إيش وكتاب إيش يعني؟ هذا يثبت عند مين يعني؟ طب انت درست لغة عربية يا استاذ محمد؟ طبعا بالله عليك لما تقرأ القرآن ما تشعر بالبلاغة والفصاحة؟ لا بالبلاغة ما بشعر، ولكن بشعر بلذة السجع أحيانا. لذة السجع. طيب وأنا من الناس اللي أحب النصوص القديمة، أحيانا أتلذذ بالكلام القديم اللي موجود جواته يعني. طيب أنا سمعت قصة لعدنان إبراهيم، من عدنان إبراهيم قال لي مفكر لأديب غربي، قال له أنشئ حوار بينك وبين النار. قال يا نار أشعلي لنا، أنضجي لنا اللحم، يا نار أضيئي لنا الطريق، يا نار. قال له ما رأيك بقول الخالق يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فقال الرجل على الفور أشهد أن هذا كلام خالق. يا شيخ هذا الكلام يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، هذه الآية إن دل على شيء يدل على أن الإله الذي صورته في القرآن هذا إله سيكوباتي، كان يعرف أنه لما يخلق الناس راح يكونوا كفار وراح يكون مأواهم النار، ورغم ذلك خلقهم عشان يدخلوا النار بعدين. كيف هذا يا شيخ؟ كيف الإنسان السوي يؤمن بأن إله، في يوجد إله حكيم عادل بهذه المواصفات؟ غلط. ما أنا بقول لك هو عادل رحيم ما حيعذبك في النار على ما طول. يهمني هو شنو، هو مجرد عنده نار، مجرد عنده نار وعنده عذاب، هذا لا يدل على أنه رحيم. لا لا هذا يدل رحيم. على أنه هو كان يعرف السيناريو ورغم ذلك عمل هذه اللفة الطويلة. رحيم حيعطيك الحياة الأبدية الخالدة، ما بتكفي؟ ما بديه، شلون ما بدك اياها؟ ما وحترجع تمشي بديه، على هذا ما بديه. وحيمنع الأمراض وحيمنع الإعاقات ما وحيمنع ليش ما عمل هذا الزلازل. الشيء بدون ما يعمل هذا الشيء من الأول؟ لأنه بالأول قرر إنه تكون دار اختبار. ليش؟ هو بحكمته هيك. لا شو حكمته؟ شو هو؟ أقول لي شو هي الحكمة في هذا؟ هو خلق آدم وكان ناوي، كان مقرر إنه آدم وذريته والجن يكونوا في الجنة، وما خلق أحد وما كان في حياة على الأرض،
فلما عصى آدم واستكبر إبليس أهبط الجن والإنس إلى الأرض. ليش؟ فلما ليش عمل هذه الحدودة كلها؟ هذا تتابع أحداث. ليش؟ ليش هو وما هو وشايف الفيلم؟ ليش يسمح بهذه ليش يعمل حاجة هو عارف؟ لا 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 شوف 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 أنا 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 عندي آراء خاصة يمكن تصدمك بعض الشيء. الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، إذا أراد أن يطلع نفسه على الغيب، مو دائما هو بيطلع على الغيب، أحيانا يحب أن يرى ماذا سيصنع عبده أو ماذا سيحدث، لا 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 يطلع على الغيب مع أنه قادر على الاطلاع، يقف موقف المتفرج ينظر يراقب الأحداث. لما خلق آدم قال له إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تقرب هذه الشجرة. أكل من الشجرة، لما أكل من الشجرة قال له هذا الشيطان عدو لك. لما أكل من الشجرة قال له عاتبه وألهم كلمات من رحمته، ألهم كلمات يقولها حتى يتوب عليه، لكن قرر أن يعاقبه بأن أنزله إلى الأرض وأجرى عليه التكليف. لكن أصل الخلقة كانت أن يكون البشر جميعا في الجنة، ما أراد الله. حتى هذا غلط، هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد، على نفسي أجنت براقش. هذا الكلام كمان غلط. ليه؟ لم جدك ليه؟ الأول ليه؟ آدم الذي ليه؟ أخرجك من الجنة، لا تلوم الله. لا ليش؟ لأنه هذا اللي بيصير كله كان معروف في قصة آدم. ليش؟ لأنه وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن هذا الكلام كله كان معروف من الأول. لا لا مو معروف، هذا اجتهاد من الملائكة، ومنهم من يقول وبعض المفسرين قالوا أنه كان في خلق في الأرض قبل الله. ما قال أنه أنتوا كلامكم غلط. الله أقرهم على ما قالوا، ولكن هو شو قال؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب وين الإشكال؟ الإشكال ليش يعمل هاي اللفة الطويلة؟ بلاش هذه اللفة الطويلة. لما شاف انه عملية الخلق فشل وبيشوف دائما بيفشل، ليش ما يتدخل؟ عملية الخلق كيف؟ ما فهمت عليك. يعني الان احنا 8 مليار بشر، احنا ايه؟ على حسب ما اراده الله لنا؟ لا، تقصد دينيا كل حاجة. ما هو ميزان العطاء والمنع، أو الله سبحانه وتعالى أراد وشاء أن يكون مقياس العطاء والإكرام في الآخرة وليس في الدنيا. ليش؟ في الدنيا لأنه إذا آمنت أنت بالآخرة وآمنت بالجنة وأن في الجنة حياة أبدية فستهون عليك مصائب الدنيا في عينيك. لا والله، هو كان يستطيع يخلق الدنيا بطريقة أفضل والبشر بمواصفات أفضل، ليش يعطيهم حرية اختيار وهم بيسيئوا حرية الاختيار من آدم طيب. لحد الآن عمرك شفت ولد طفل ولد مقطوع اليدين؟ آه لا ما في هذا. أنا عندي صديق ما عنده لا إيد ولا رجل. يا أستاذ محمد هذا يحدث. عندي صديق يا أستاذ محمد، الشاذ لا حكم له. الشاذ لا حكم له. اكتبوا ميكائيل أنديشون، عندي صديق هنا بيوتوبوري، عرفت كيف؟ صديقي لا عنده رجل ولا إيدين، عنده كتاب وهو ألف كتاب اسمه بدون إيد بدون رجل ولكن مو بدون أمل. عنده كتاب شو عفوا؟ صديقي هو هكذا كتب كتاب عن نفسه، قصة حياته بدون إيدين بدون رجلين ولكن مو بدون أمل. هو ولد هكذا ولا ولد هكذا؟
والله هي أول مرة بسمعها صراحة. مش أول مرة، في ناس كثر. لا لا، الشاذ لا حكم له، الشاذ لا حكم له، يعني من بين مليون حالة حالة ما تعتبر مأساة، صح؟ أنا بقول لك المأساة الحقيقية أنت لما تولد طفل، وهذا الطفل يعني بتعرف إنه قديش بيعاني. البعض الأطفال قد يقتلوا مثل ما الآن بيصير في غزة، بعض الأطفال قد يغتصبوا ويموتوا تحت العذاب، ليش هذا الإله ما بيتدخل؟ ما بيتدخل لأنه ما فرض العدل في الدنيا. قال سمى أول القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في الدنيا، في الدين، في يوم الدين يظهر تمام حكمه وتمام قهره وتمام سلطانه وتمام عدله. أما في الدنيا فلم يفرض العدل في الدنيا، وإنما يعني وضع للبشر مناهج وأطر يمشون عليها وخيرهم. لا، وحتى الفكرة الشر هذا فيه الطفل، خير. هذا الطفل لا شاف مناهج ولا دراسة ولا أطر ولا أي حاجة. هذا الطفل انولد وشاف إنه في واحد حقير بيقتله، واحد حقير بيعذبه، وواحد حقير بيغتصبه. شو ذنب هذا الطفل؟ ليش ما ينقذ هذا الطفل؟ سينقذه. لا، ما ينقذه، لا، والدليل إنه بيصير كل يوم من في 1400 الآخرة، سنة، من آلاف السنين، مش من 1400 سنة، من عشرات الآلاف بل من مئات الآلاف من السنين لحد هذه اللحظة. ليش ما بينقذ هذول الأطفال إن كان هو إله رحيم؟ حتى يقتص للشاة الجلحاء من ما الشاة القرناء. يهمني، أنا ما يهمني بعدين شو يصير. هذا الطفل الآن هو يتعذب، ليش ما بينقذه؟ ما بيتعذب، انت في نظرك بيتعذب بس هو ما بيتعذب. الطفل لما يغتصب ما يتعذب؟ هذا ليس بقدر الله. ليش ما بينقذه؟ هذا مسؤولية الأب أو الأم لما أهملوا وما أبنائهم هو اغتصبوا. هكذا، أبوه وأمه قتلوه أصلاً. لما أبوه وأمه أهملوه تعرض للاغتصاب، أما يا الله عمي ما في جماعة مجرمة هجمت على دياره، أبوه أمه إيش اللي بيهمله؟ حتى لو أبوه أمه قندرة، يعني معلش، ليش هذا الطفل يتعذب؟ إذا هو قادر أنه يحمي هذا الطفل، شو ذنبه هو الطفل؟ ما احنا الله شو دخله؟ هذا المغتصب من جيبه ومن عذبه. ما هو يعني أنت الآن يا شيخ لما تشوف طفل قدامك في واحد بده يغتصبه، راح تبحث عن الأفكار وعن ولا أول حاجة راح تفكر فيه إنك كيف تنقذ هذا الطفل؟ انا كأب بحافظ على ابني، واذا اغتصبوا احد لا قدر الله بقتله. لا، أنت الآن كأب لما أو كإنسان مش أب، راح تشوف إنه في اثنين من المجرمين بدهم يغتصبوا طفل، راح تنتظر لين ما يغتصبوه بعدين تعاقبهم، ولا راح تنقذ الطفل قبل ما يغتصب؟ أنا كإنسان أنقذ الطفل قبل أن يغتصب، لكن الله لا هذا اللي أنا يتدخل في بقول، الدنيا، هذا الله ليش؟ لا يتدخل. لأن الإنسان أفضل من هذا الإله الذي أنتم صورتوه لنا. الله سبحانه وتعالى ترك الخيار للإنسان أن يفعل ما يشاء في الدنيا، لكن في لا، ما الآخرة. يقدر يفعل ما يشاء. أنا لو أقدر أفعل ما أشاء لأنقذت كل هذول الأطفال والنساء والناس الأبرياء في غزة. وأنت ما ما أقدر دمت أعمل. تكره الشر إلى هذا الحد، لماذا تأخذ على الله أنه يعذب ما المجرمين في أنا ما النار يوم أؤاخذ على القيامة؟ الله ولا أرمي أي حاجة على الله. أنتم لما تأتون تقولوا لي الله، أنا أذكركم بأن هذا الإله الذي تؤمنون به أنتم يسمح بوجود كل هذه المصائب على الأرض. لأنه أخر الجزاء والعقاب إلى الآخرة، ما ليش؟ إلى يوم القيامة. ليش؟ إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ أنا قادر أمنع الجريمة، ما أمنع الجريمة بينما أجعل الجريمة تستمر عشان بعدين أعمل محاكمة. لا لا، الحكمة إني أمنع الجريمة مش إني أعمل المحاكمة. طبعا هو شرع شرائع في الإسلام وفي اليهودية وفي النصرانية ضد الجرائم ولمنع الجرائم.
لا يهم، خطته فشلت ولكن هو لساته قادر يمنع الجرائم. حالة بدون وقوع كثير من الجرائم. لا يهم. ليش؟ لأن الخطة في النهاية فشلت. العالم كله بيمارس الحروب على مر آلاف السنين، البشرية تقتل تدمر، والإله جالس بينتظر المحاكمة. لا، الصواب أنه قبل ما قابيل يقتل هابيل يمنعها قابيل أنه يقتل هابيل، وما تصير البلاوي. لا، ما يخلي يمنعها. في حدا يعتدي على إنسان مظلوم، ما يخلي. لا، ما يمنعه. طبعا ما يمنعه، لأنه إلهكم مش مضمون الجانب. لا، مش موضوع مضمون الجانب، هو يعني ترك للإنسان الخيار في هذه الدنيا ورتب على التجاوز عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. فالذي يقتل يقتل، الذي يزني. وأنا الذي شو استفدت أنا الآن؟ واحد إجا قتل أبويا مثلا، أنا شو استفدت إني أروح أقتله؟ إذا قتلته ستشفى، ستشتفي نفسك. ولا تستشفي ولا أي حاجة. بلى. لا، انت بتعرف في واحد انا واحد قتل دقيقه دقيقه أبويا. استاذ محمد، لو في قتلت واحد الان كل لحظه، لو قتلت البشريه كلها عشان ظفر ابويا، ما راح يرجع لي ابويا. لا لا لا، ولا لا يرجع أبداً لي ظفره وابدا، كما وصف الله في القران ولكم في القصاص حياه. الان في قضيه عندنا هنا في السعوديه، شاب قتل شاب، تصور، بعد تدخل وكذا ووساطات قالوا له الأب نعطيك 15 مليون ريال، تصور يعني ما يعادل 4.5 مليون دولار، ورفض، قال لا أريد القصاص. لو القصاص ما في شفاء لما في الصدور، ما كان أخذ 15 مليون ريال وعاش أيامه فيها. هذا ما له قيمة. الآن أنا شو هذا استفدت؟ هذا في الدنيا. شوف أنا شو استفدت؟ شو استفدت أنا انه شخص اجا قتل احد اقربائي؟ عرفت كيف؟ الصواب انت الان لو تسال هذا الاب، تقول له انت بدك تقتل هذا الانسان لو كان بدك انه ابنك او اخوك او اهلك ما انقتلوا. اكيد راح يقول لك كان بدي انه ابني ما ينقتل، صح؟ لا، لانه هذا... لو الله اتدخل في اللحظة المناسبة وأنقذ ابنه، ها، كان يوفر على نفسه كل هذا الألم والوجع. والألم والوجع ممكن يوصل لدرجة أنك تكون بدك تقتل. يعني أنت تتحدث عن معضلة الشر. أنت تتحدث عن معضلة الشر. أنا وجود الشر. بقول الوجع والألم ممكن يوصل لدرجة أنك أنت بدك يعني تقضي على البشرية كلها، ولكن هذا الكلام لا يساوي شيء أمام أنه تحمي ابنك أصلا، تحمي هذا ابنك، بنتك، أخوك، أختك، أبوك، أمك، أهلك، ناسك، أصحابك. عرفت كيف؟ أنا الآن لو تسألني، أنا طبعا واحد من الناس اللي بحقد على صدام حسين، لأنه كان إنسان مجرم، إنسان حقير، يعني دمر العراق ودمر الشعب العراقي بطريقة غبية. أنا الآن لو تقول لي طب لو يرجع صدام حسين ويكون إنسان جيد، ويرجع كل هذول الناس اللي قتلهم صدام حسين واللي شردهم ودمر حياتهم، أقول هذا هو الخيار الأفضل. مش إنه يصير الكلام وبعدين يصير العقاب. إحنا نفكر بالعقاب لأنه ما عندنا بديل ثاني، ولكن الإله عنده بديل يستطيع يمنع، فما عاد هناك قيمة لموضوع العقاب أصلاً. لا، الله سبحانه وتعالى وكل مهمة المنع للبشر أنفسهم، فإذا نجا ورتب على أنت ما بدك ورتب كلام صار لنا. لا، أنت مثالك غير صحيح. لو ضربت لي المثال بالزلازل والبراكين كان ممكن أقتنع معك. لا لا، هو أنت نفس تقول الفكرة نفسها، لكن أنت تقول إنسان يعتدي على إنسان آخر لماذا لم يمنع الله؟ قلت لأنه طفل، لأنه إنسان مش قادر. شو دخل الله؟ هذا أبوه وأمه اللي أهملوه. ما هو الله لسه بيشوفه.
الله سبحانه وتعالى إن جاء من عقاب الدنيا سيعاقبه في الآخرة ويوم القيامة مثل ما قال رب العالمين. فاليوم يعني الذين آمنوا الطفل لا تعاقب الثاني، ليش تعمل كل هذه الليلة؟ لا لا، مثل ما قال رب العالمين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا دليل إضافي على أن الناس اللي بتدخل في الجنة أخلاقهم مش جيدة. شو الفائدة أنه أنا أكون في النعيم وأضحك من الناس اللي في الجحيم؟ هذا إن دل على شيء يدل على نفسية سيكوباتية تتلذذ بتعذيب الآخرين. ما هو الجزاء من جنس العمل؟ لا، مش من جنس العمل. كما هو شو الآية اللي قبلها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار وين يضحكون. وين الأذية؟ وين الأذية اللي عملوها هذولا؟ كانوا يضحكوا عليهم ويستهزئوا فيهم. خلاص استهزئ بهم انت وقتها، خلص الليل، ليش تعذبهم؟ وين هذول لما كانوا يستهزئون بهذول المؤمنين ويستهزئون بهم لان عقولهم بسيطه وشغله غير اخلاقيه، ولكن يستهزئون على مستوى تفكيرهم، بينما المؤمنين يستهزئون بهذول الكفار يوم القيامه بينما هم يتعذبون. يعني تصور يا شيخ، انا واحد حاطه في النار، عرفت كيف؟ حاطه في النار وهو يتوجع يصرخ بيصرخ من الألم، أنا أقول شفتوا ما أقول. هذا أخلاق إنسان؟ كيف الإنسان إذا عنده أخلاق يضحك على واحد يتعذب؟ كيف؟ لأنهم أنت الآن لا قدر الله إذا إنسان، أنت رجل كبير في السن، إذا لا قدر الله إنسان أهانك وتجاوز عليك، لن تشتفي نفسك حتى تراه في نفس الموقف. غير صحيح. أبدا. أنت تعارض الفطرة البشرية بهذا الكلام. لا، ما بعارض. يا عزيزي، أنا اشتغلت على نفسي في هذه الأمور ببساطة شديدة. أنا لما أنت تسيء لي أنا بشفق عليك، مش بحاول أنتصر لنفسي، لأنه أنا بشوفك أنت يا شيخ محمد وكل الأخوة والأخوات وكل من يسبني وكل من يمدحني وكل البشر، أنا بشوفهم أنه هذولا هم أنا وأنا هم هذولا الناس، إحنا دائما موجودين مع بعض. واحد مننا يكون في ظروف يخرج منه إنسان قليل أدب، واحد ثاني تتهيأ له ظروف أفضل يكون أخلاقه وأدبه أفضل. أنا ما بحقد عليك لما بتهيني أو تسبني أو تطعن فيه، لأنه أنا بشوفك أنت ما أتيحت لك الظروف والفرص، فرص اللي أنا حصلت عليها عشان ما تكون هكذا. أنت ببساطة شديدة إنسان. أنت أنا وأنت يا شيخ محمد، أنا بالضبط أنظر إليك هكذا، أنا وأنت كنا موجودين قبل 100,000 سنة كنا بنقتل بعض، قبل 90,000 سنة كنا جالسين نصطاد مع بعض، قبل 80,000 سنة كنا أخوة من نفس الأب والأم. أنا وأنت دائما بنتكرر على مرة على أننا أعداء، مرة على أننا أصحاب، مرة على أننا أخوة، مرة على أننا أقارب جيران. أنا وأنت دائما موجودين مع بعض. أنا لا أؤمن بأنك والسلوكيات سيئة. أحقد على إيش هذا الإنسان المسكين الذي يجلس يتمسخر عليه، روح يتمسخر عليه ليل نهار، إيش المشكلة في ذلك؟ في إنسان قد يكون تربى أحسن تربية ونشأ ميسور الحال وتعلم وتثقف ثم يطغى ويتجبر ويهين الناس. لا، ما اختلفنا، لأنه التربية هي كل حاجة. الفكرة الأساسية أنت وين ترتقي بإنسانيتك. طيب هلأ شو اسمه يعني هذا هذه لقطة عرضها القرآن، أنهم يرونهم في النار ليس ليتلذذون على طول، لكن يحدث رؤية من أهل الجنة لأهل النار، ويحدث حوارات حتى بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل، يؤتى بكبش ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت
ويا أهل النار خلود فلا موت، ويفصل بينهما ولا يعود هؤلاء يرون هؤلاء ولا هؤلاء يرون هؤلاء. وشو استفدنا احنا من هاي الليلة؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في شو شغل هذا فاكهون؟ شو معناته؟ فاكهون يعني متلذذين. متلذذين بشو؟ بالنعيم. نعيم شو؟ شو اللي موجود في الجنة عشان يكون فيها نعيم؟ شوف النعيم ذكر القرآن طرفا من نعيم الجنة، وذكرت السنة أيضا. يعني أنت تصور قاعد بالجنة أمام نهر عسل. أنا عن نفسي ما بحب العسل. نهر لبن. ولا بحب لبن قليل يعني. نهر خمر. أنا ما بشرب خمر. خمر طيب. والله أنا بحياتي ما ذقته. طيب تمام الحمد لله. نبيت، تعرف نبيت؟ أبعرفه بس ما ذقته بحياتي. تركك من الويسكي هذا تبع الغرب، هذا الويسكي تبع الغرب، هذا الويسكي أنا لا يطاق. أنا يا شيخ أنا بحياتي ما شربت خمر. وأنا الحمد لله. مش فارقة معي. هذا وأنا اللي الحمد أنت لله. بتقوله كله ما بيلزمني. طيب ولحم طير مما يشتهون. أنا بحب الدجاج آه. بس عندي دجاج في البيت يعني ما طيب أكلها دائم وظلها دائم. عمرك 33 سنة ما بتكبر. أنا ما بدي ما أكبر، بدي أكبر. لا بلى. شلون بدك تكبر؟ بدي أكبر. شباب يا رجل. ما بدي شباب. طيب يا سيدي أنت هيك بتكون هيك بنفس شكلك كبير بس بكامل قوتك وصحتك. ما بديش لا قوة ولا صحة ولا أكون في هذه الجنة اللي فيها كل هذه السوالف. حور عين. ما بديش حور العين، بدي زوجتي فقط. طيب شو كمان؟ لبنة من طين ولبنة من قصور. بديش قصور، أنا أعيش في بيت صغير، ما بدي بيت قصور، شو أعمل بقصر؟ خدم. شو بعمل بخدم؟ الخدم شو بيعملوا إذا أنت هناك كل الحاجات السحرية؟ شو بتعمل بخدم؟ ولو زيادة مصاريف فقط؟ يعني إذا جاك 10 مليون دولار هلأ شو ما بتشتري قصر؟ لا ما بشتري قصر. ما بتشتري سيارة فخمة؟ بشتري سيارة بس مو فخمة. وكالة. كيف؟ وكالة جديدة. شو يعني وكالة؟ يعني جديدة من الوكالة. لا أنا ممكن أبدل سيارتي أفضل من سيارة أفضل من السيارة اللي عندي، ولكن إذا عندي 10 ملايين دولار أول حاجة راح أستثمر 2 مليون دولار فيها، ويكون الـ 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 الأرباح فيها فقط للفقراء والمساكين اللي موجودين في العالم، وأستثمر مليون يعني 2 مليون دولار ثاني فيها يكون الأرباح فيها فقط للناس اللي بيعانوا من الأمراض والمعاقين وكذا، وبعدين أتلذذ بالستة مليون دولار. يعني هذه إنسانية راقية وفذة. مش الأفضل أن الله هو اللي يعمل هذا الشيء بما أنه عنده ملايين كثيرة متلتلة في كل مكان؟ أنا كنت أدعو الله سبحانه وتعالى، أقول له يا رب أنت غني وخزائنك لا تنفد، لماذا لا توسع علي رزقي؟ أنا بدعو الله سبحانه وتعالى، أقول أنا ما بدي منك لا رزق ولا حاجة، انقذ هذول الناس، أطعم الفقراء وأطعم الجوعة، ولا تخلي واحد مثل ملحد مثل صفوق الشيخ يتسول عشان أخواتنا من بالخيم في سوريا. ليش الكفار هم الذين يساعدون الناس الفقراء في العالم الإسلامي؟ المفروض أن الله هو اللي يساعدهم، ليش ما بيساعدهم؟ أنا متنازل عن حصتي في الجنة وحصتي في أي حاجة وحصتي في الصحة وفي الرزق، ما بد يا عمي خذ مني حياتي، يا عمي خذ مني حياتي واعملها فلوس ووزعها على هذول الناس. طيب ليش فرض الزكاة؟
ليش فرض الزكاة؟ ما بعرف. ليش؟ انا بقى اللي بعرفه انه المتسولين بحياته ما انتهوا من العالم الاسلامي. لا لا، عندك مثلا قطر أعلى دخل فرد في العالم، أعلى دخل فرد في العالم في قطر. هذا ما جعل الناس الذين يباتون في المقابر في مصر تكون لهم بيوت، ما جعل الناس الذين يباتون في المخيمات في سوريا يباتون في بيوت. هذا ذنب الحاكم وليس ذنب الله. ما يهمني حاكم، أنا بتكلم عن الله. الله ليش ما بيساعد هذول الناس؟ هذا بسبب جور الحكام وليس وليس بأن الله سبب سبحانه. الله هو قادر يساعد هذول الناس. الآن الله سبحانه وتعالى أعطاك أراضي لا حصر لها، تزرعها تخرج لك ثمار وفواكه وخضروات تطعم البشر جميعا، خلق لك في الأرض أنهار تكفي لتسقي عشرات المليارات من الناس، خلق لك حيوانات لا عد لها لتأكل من لحمها وتشرب من لبنها. يعني الله سبحانه وتعالى وضع لك الرزق في الأرض ولا وضع لي أي حاجة، والدليل أنه في ناس تموت من الجوع، تموت من البرد، تموت من الخوف، تموت من كل حاجة. خلي يروح يساعد هذولا. أنا كل لا اللي لا. بتتكلم عنه، كل اللي بتتكلم عنه أنا بروح أحصله بدون أي مساعدة من الله. خلي هو يروح يساعد الناس الجوعى والناس المرضى والناس اللي مشردين واللي يعيشوا في الآن وإحنا على أعتاب الشتاء في المخيمات. هذا ليس بسبب الله يا أستاذ محمد، لا هذا هو بسبب قادر إنه يغير هذا الكلام، ليش ما يعمله؟ هو الآن رأى إنه وقع عليهم ظلم، لا يتدخل في الدنيا لكن يعوضهم في الآخرة. ما رجعنا لنفس النقطة يا شيخ. عندنا نص، إحنا حديث يا ريت تتسع صدرك وتسمعه، في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم